اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه جدا بعنوان احنا النادي الاهلي من حلقات الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بيك يا اسامه، ومفتقدك والله حبيبي. وطبعا افتقدتك الاسبوع اللي فات، وافتقدت طبعا جماهير النادي الاهلي، وزي ما قلت عنوان الحلقه احنا النادي الاهلي. طبيعي جدا اي حد او اي كيان او اي مشروع بيبتدي صغير ممكن يقدم تنازلات، لكن لما تبدأ بدون أي تنازلات فأعرف إن الكيان ده اتولد عملاق، اتولد كبير، اتولد وله أهداف مختلفة عن أي كيان آخر في المجال الرياضي. النادي الأهلي من بداية عهده وهو مفيش تنازلات، سنة 1918 ست لاعبين قبل مسابقة كأس السلطان حسين بيقدموا استقالتهم لانتقالهم لنادي المختلط. الرد إيه؟ مع السلامة، ممنوعين من دخول النادي كمان لمدة سنة. يتراجع أربع لاعبين منهم رياض شوقي عشان في سنة 1927 يتعلم الدرس كويس قوي. لما غلط حسين حجازي طلع هو استلم الميداليات، ما الأهلي بيعلم، لكن حسين حجازي ما تعلمش الدرس وقرر إن هو ينتقل المختلط لو ما رفعتوش عن الإيقاف، وكان قبل نهائي كاس مصر. الإجابة إيه؟ الباب بيفوق جمل. خد معاه اتنين كمان لاعبين، الحسني وأباظة، وراح نادي المختلط. اللي حصل ايه؟ النادي الاهلي بيحقق البطولات، وفي نهايه الثلاثينات مع الاربعينات بزغ نجم لاعب كبير جدا اسمه محمد الجندي، كان بيتقاسم النجوميه مع عبد الكريم صقر. عبد الكريم صقر راح المختلط، ومحمد الجندي جه كلم كابتن مختار التتش وقال له انا عندي عرض كبير من المختلط. قال له ايه؟ الباب يفوت جمل. وفضلت سنين ورا سنين والباب يفوت جمل. كابتن صالح سليم، في لاعب عايز يحترف، الباب يفوت جمل. حتى الكابتن حسن حمدي، الباب يفوت جمل. كابتن سيد عبد الحفيظ وبيقابله لاعب، هو اللاعب اللي ملوش بديل، بيقول له يا كابتن سيد جالي عرض بمبلغ كبير. قال له شوف مصلحتك يا عبد الله. رمضان صبحي، انا عندي فلوس كتير وسيبونا افكر. اتقال له بالنص قدامك ساعه وترد علينا. ليه؟ لأن احنا النادي الأهلي. فالحمد لله إننا النادي الأهلي ومش أي نادي تاني، فدايما نفخر بالنادي الأهلي يا فارس. أكيد يا أسامة، هنفخر بالنادي الأهلي، والنادي الأهلي فوق الجميع، ده تراث وفكر ومنهج وليس مجرد شعار. لما تبقى عارف إن ناديك كبير ما بيقفش على لاعب، فوق الجميع بجد هتظل فوق الجميع. ولما تبقى عارف ان في لاعبين بتغير قواعدك لوايحك وبتتحايل عليهم وبتشوف ان هم اكبر من منظومه، اكيد هتجني ثمار غير اللي بيجنيها النادي الاهلي تماما. وسيظل النادي الاهلي فوق جميع ابنائه وفوق اي حد مش حاطه رقم واحد عنده. بالتاكيد يا فارس. ندخل بقى في اخبار النادي الاهلي، وهيعود لنا الحمد لله بدر بنون بعد معسكر المحليين في المغرب، ان شاء الله يصل النهارده وبكره باذن الله ينتظم في التدريبات. بدر بنون طبعا مع اللاعبين المحترفين اللي دايما بيكون لهم دور كبير مع النادي الاهلي، سواء بدر بنون او علي معلول اللي لسه مكمل في تونس، او طبعا حبيب قلبك اللاعب المالي اليو ديانج اللي كان بيشارك وعمل مباراه جيده جدا. واليو ديانج تحديدا اعتقد مركز. وعندنا حاجه بقى غريبه، ان منتخب تونس هيلاعب منتخب مالي يوم الثلاث الجاي، واتمنى ان ديانج ومعلول يحافظوا على بعض عشان خاطر احنا محتاجينهم في موقعة الترجي. انا بخاف جدا من معسكرات تونس تحديدا مع معلول، فيا رب ان شاء الله يكملها بالستر. معلول طبعا عمل لقطه كانت حديث السوشيال ميديا مع رياض محرز بمهاره عاليه جدا، وطبعا تم التعامل معاه بشكل مهاري جدا، فنتمنى ان شاء الله السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي. وطبعا يوم الثلاثاء صباحا هينضم كمان لاعبي المنتخب الاولمبي بعد انتهاء معسكرهم مع كابتن شوقي غريب، وطبعا مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن واكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، عشان يكونوا جاهزين مع النادي الاهلي، عشان عندنا فارس رحله مهمه جدا لتونس، وهي مباراه الدور نصف النهائي امام الترجي التونسي. بالظبط يا احمد، عندنا بدر بنون زي ما بنقول ان هو انضم للتدريبات، وانضمام لاعبي المنتخب الاولمبي للتدريبات ايضا، وكمان المسحه الطبيه مهم جدا ان هي يوم الاحد بكره يعني ان شاء الله، استعدادا للسفر لتونس. والحمد لله كان في مسحه قبلها، الحمد لله سلبيه، الجمهور كان عنده تخوف طبعا، فتره الاجازه كانت طويله، ولكن انا كنت سعيد جدا ان المسحه تيجي سلبيه لجميع اللاعبين، وده مؤشر جيد ان في التزام،
ده مهم يا اسامه. حتى يا جماعه صعب جدا في ان انت لاعب بقالك كتير جدا ما خدناش ريكفري، اللعيبه ما حاولتش تاخد فتره اجازه طويله جدا. احنا اخر فتره كان اللعيبه خدوا فيها راحه اعتقد من مده طويله، كان 7 أيام بين الموسمين. فان اللعيبه تقدر تعمل ده وتقدر تحافظ على نفسها في نفس الوقت، ده اشاره مهمه جدا. عندنا طبعا الكابتن قفشه والكابتن محمد هاني، وطبعا العلاج التأهيلي فترة مهمة جدا. إن شاء الله نتمنى بإذن الله أن قفشة يلحق بمباراة الذهاب، وإن كان محمد هاني الأمر فيه صعوبة إلى حد ما لأن شد في العضلة الأمامية هياخد وقت أكتر من مباراة العودة من مباراة الذهاب، فنتمنى إن شاء الله يكون متواجد في مباراة العودة. وعندنا محمود متولي مدافع الأهلي طبعا بينفذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، واللاعب بيأدي تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق. وطبعا عندنا موسيماني بقى بيمنح الفريق فارس راحة سلبية يوم الاثنين إن شاء الله استعدادا لمباراة الترجي التونسي، وكان في النهاردة تكريم في النادي الأهلي حابك تتكلم عنه. كان في تكريم مهم جدا، الوفد بيكرم النادي الأهلي ونقدر نستعرض، كان لقطة مهمة. طبعا النادي الأهلي يا جماعة مفخرة لأي حد مصري، النادي الأهلي نجاحاته وإنجازاته في الفترة اللي فاتت بتخلي الجميع حريص على أنه هو يضعه في موضع التكريم وموضع الحفاوة. بنشوف الباشمهندس خالد مرتجي مع رموز الوفد متواجدين، والنادي الأهلي كمؤسسة هنا. أنت الفكرة المستشار بهاء أبو شقة طبعا اللي متواجد بجانب المهندس خالد مرتجي. عايزين نقول حاجة مهمة، انت هنا مش بتكرم النادي الأهلي بس في لقطة أو عشان بطولة، النادي الأهلي كمؤسسة هي تستحق التكريم من الجميع وتستحق الإشادة من الجميع يا أسامة. واللي شفناه الفترة اللي فاتت سواء على مستوى النجاحات على مستوى الإنشاءات أو النجاحات على مستوى كرة القدم على أعتقد مستوى الدور الوطني للنادي الأهلي على مر التاريخ، وأعتقد ده شيء نفخر به كنادي أهلي ومنتمين للنادي الأهلي. فبالتالي كان تكريم مهم جدا من وفد للنادي الأهلي، طبعا بنقنه ونقدره، ونتمنى دايما التكريمات تتوالى للنادي الأهلي والإنجازات تتوالى للنادي الأهلي إن شاء الله. طبعا عندنا بقى مباراة لا حديث يعلو فوق حديث مباراة الترجي. أنا قلتها عشان خاطرك لأن المباراة مهمة جدا، وطبعا الدور نصف النهائي نتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الأهلي ونقدر نعبر الموقعة الصعبة دي، لأن مش عايزين نستهين بأي فريق. فريق الترجي فريق يمتلك خبرات البطولة، حتى لو كان المستوى الفني مش في أفضل حالاته إن شاء الله يكون عندنا مواجهة قوية ونقدر بإذن الله فارس نحقق نتيجة مهمة جدا في تونس، يعني تضاف للنتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة وتحديدا مع بيتسو موسيماني خارج الأرض. أنا عجبني السلوجن بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ، عندنا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها، أتمنى إن إحنا يكون ده تركيزنا. مباريات كرة القدم تحتمل كل النتائج، ولكن الأهم زي ما شفنا مباراة الوداد يا أسامة في نصف النهائي البطولة السابقة، أنت كان عندك درجة من درجات التركيز اللي أكاد أكون من أكتر المباريات اللي شفت اللعيبة 100 دقيقة الأولى وهي مركزة وهي عارفة أن هي رايحة تحقق نتيجة إيجابية ترجع بيها. ولكن زي ما شفنا معلول بيشارك كمان، واتكلمنا عن معلول يا أسامة، الترجي بقى نفسه كان في أخبار عن إيقافات، أخبار عن الجمهور، في احداث تخص الترجي عايزين نحط جمهورنا اكيد فيها وفي الصوره، وايه التطورات بتاعتها بالتاكيد خاصه يا فارس ان مواضيع الاخبار او الانباء اللي بتيجي دايما قبل موقعة الترجي احنا خلاص بقى عندنا دروس منها كتيره جدا. كان لعيبه بتعمل عمليات واللي هي بتلعب في قلب الملعب، ولعيبه تانية هتغيب وبرضه اللي هي موجوده في قلب الملعب، لكن قبل ما نروح لاخبار اللعيبه الترجي بيحاول بقوه وجماهير الترجي بتضغط بقوه خلال الفتره الاخيره ان يكون في حضور جماهيري في رادس، ووزارة الصحة التونسية وطبعا الأمن التونسي في حالة مفاوضات كبيرة جدا مع الجماهير، ولكن جماهير الترجي فارس أعتقد أن ممكن ضغطها يوصل على الأقل، هم طبعا عايزين 12500 مشجع ووزارة الصحة ممكن تقول 5000. طبعا جماهير الترجي التونسي عارفة كويس قوي موقعة النادي الأهلي صعبة قد إيه، وبالتالي محتاجين يكونوا في المدرج. فأنت شايف من وجهة نظرك هل هتنجح جماهير الترجي في أنها تجيب موافقة بانها تحضر المباراه دي؟ انا تابعت تصريحات مسؤول القطاع الرياضي في الترجي والتصريحات الخاصه بالوضع في تونس.
هم عندهم امل كبير جدا في حضور ال 12500، 12500 ده التارجت اللي بيسعى اليه الترجي ويضغط، ودايما بتلاقي التصريحات اليومين اللي فاتوا واحنا نثق ان المسؤولين هيحققوا ده ونثق ان مفيش مشكله في ده، ولكن للامانه انا عايز اقول جمهور الترجي التونسي من الجمهور القوي، وفي وقت كتير جدا كنا بنشوف جمهور الترجي زي جمهور النادي الاهلي، ويمكن طبعا جمهور النادي الاهلي برضه لما بيحضر بعدد قليل بيكون جمهور منظم وبيكون قوي وبيكون رسالته واصله في الملعب. اعتقد جمهور الترجي لو موجود باي عدد فهو دعم لفريقه وهيفرق معاه كتير جدا، عشان كده اتمنى ايضا في ظل الظروف دي نشوف مباراه العوده لو على الاقل يكون الناس مجموعه من الاعضاء او عدد نقدر نحاول ان هو يكون موجود، اعتقد هيبقى شيء جيد. بالتاكيد نتمنى على الاقل يكون في نوع من انواع تكافؤ الفرص، اذا حضر جمهور الترجي المباراه فيبقى محاوله من نوع من تكافؤ الفرص ان جماهير النادي الاهلي تحضر ولو باي عدد لو وافقت وزاره برضو. الصحه وطبعا الامن المصري عندنا قدر يوافق ويسمح لجماهير النادي الاهلي بالتواجد، هيبقى شيء طبعاً عظيم جدا، وهيبقى في نوع من انواع تكافؤ الفرص. نروح بقى للاخبار اللي خلاص اعتدناها، ودي بقى لجماهير النادي الاهلي، يعني اي اخبار تجي لك قبل مباراه الترجي وتحديدا بقى عن غياب لاعبين، عن ازمه لاعبين، عن لاعبين ما خدتش مستحقات، انسى المواضيع دي ما بتحصلش. والحقيقه هم المره دي تطوعوا ان هم يؤكدوا ان الاخبار دي مش حقيقيه. طبعا ده فارس او لاعبو الترجي يردون على الشائعات، كانت الشائعات اللي طلعت ان خمس لاعبين طلبوا بمستحقاتهم. الغريب اللي ما يعرفش نادي الترجي، نادي الترجي رئيسه رجل اعمال من اهم رجال الاعمال في تونس وبيرعى اكتر من موضوع مؤسسه اعلانيه، بالنسبه لهم ده موضوع صعب جدا، لاعب تلاقيه عنده ازمه مع الترجي على مقابل مادي، ده موضوع منتهي، وكل اللي عارف الدوري التونسي عارف كويس قوي ان الترجي في حته لوحده، والمصاريف والامدادات للاعبين والمقابل المادي للاعبين هو الافضل في تونس، فبالتالي الاخبار دي اخبار صعبه جدا او اخبار مشكوك فيها، واحنا اتشدينا شويه ممكن خمسه يلعبوا او ما يلعبوش، لدرجه فارس ان البعض طلع قال لك هنستعرضه بعد كده، ان هي فكره ايه؟ شفت مؤامره كونيه وهم اللي متصرفين وهم اللي عاملين المشكله دي في تونس. بالاشاره يعني ده بالهمسي باللمسي، ولكن مهمه جدا يا اسامه اللي انت بتشير اليه، وهي ان دي صور لاعبي الترجي، كان من ضمنهم بنغيس طبعا، اللعيبه اللي اشارت لشعار الترجي واكدت ان هي موجوده وان هي مركزه. وعلى فكره يعني اي فريق بيصل الى المرحله نصف نهائي بطوله افريقيه، نهائي بطوله قاريه، صدقوني اي لاعب بيكون حريص كل الحرص ان هو يكون موجود في المباريات الكبيره دي ويكون بيسيب بصمه فيها. انسى بقى فكره مستحقات، صعب جدا لاعب في اللحظه دي يجي يعمل اي تصرف يخليه بره المباريات، وده اللي شفناه كمان يا اسامه، بدات المقارنات على صفحه الكاف. بس كمان عايز اقول لك نقطه مهمه جدا، ان اصلا اي اداره اي نادي بتوصل للمرحله دي فبتتوجه لفكره، حتى لو مفيش مقابل مادي هتتوجه لفكره المسكنات، هتدي مسكنات لغايه لما نعبر لنهائي البطوله، واذا حققنا البطوله هتجيلكم مكافئات، وانت وحظك المسكنات دي تيجي معاك وتحقق البطولة ولا تلاقي قضية. صحيح، المسكنات أحيانا ما نفعتش خالص يعني، وإن كان البعض بيتكلم إن ما كانش فيه مسكنات والأمور كلها كانت كويسة، ولكن التاريخ إحنا حافظينه. نيجي بقى لتاريخ آخر بيكتب، عندنا مقارنة، بدأ الكاف، صفحة الكاف طبعا مهتمية بنصف النهائي، وعلى فكرة أنا بشير بصفحة الكاف، شفنا التغطية السنة اللي فاتت لنهائي أفريقيا والأدوار الحاسمة والتصوير اللي عملوه، لأ شغل مختلف وشغل محترف. طبعا عاملين كمان ده من البطولة دي في نصف النهائي، بدأ مقارنات، شفنا كوليبالي ومقارنة بديانج، وطبعا يا جماعة مظلوم اللي يتحط في مقارنة مع ديانج، بصراحة بيصعب عليا، مفيش لاعب داخل القارة في المركز ده يتحط في مقارنة مع ديانج، وانا بقولها بكل قناعة، حتى لو كان كوليبالي او فرانك كوم في عزه مجتمعين. على فكرة انا متفق مع ده، لان كمان وقت ما فرانك كوم كان مرشح للاهلي وكان في ترشيحات وديانج بدأ يظهر على الصورة، كان من احد يعني الحاجات اللي انا مقتنع بيها ان ديانج يقدر يديك اكتر. ده من ضمن اهتمام الكاف، ولكن عندنا بقى اخبار يا اسامة هنا كمان داخلية مهمة جدا. اخبار برضه يا فارس بتأكد لك ان احنا الاهلي طبعا زي ما بنقول الحلقة المرة دي او النهارده بالعنوان ده، احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيحافظ على حقوقه مهما اختلفت مجالس الادارات، وايضا
بيحافظ على حقوق الآخرين مهما كان انتمائهم أو اتجاههم بعد تركهم للنادي الأهلي. ومن هذا المنطلق النادي الأهلي في حفاظه على حقوقه في هروب اللاعب كوليبالي بيصدر حكم للنادي الأهلي على نادي النجم الساحلي وكوليبالي 1,400,000 بإضافة كمان ل 15% فارس من 2019 15% سنويا، ادي 1,400,000 دولار للاهلي وال 15% غرامات تاخير. الحقيقه كوليبالي حاجه غريبه جدا، راس حرب او سنتر فيرود زي ما الكتاب بيقول، وكان جاي من البدايه عارف طريق المرمى. ايه اللي حصل؟ الله اعلم، خلى كوليبالي مش موجود، خلاص الامر انتهى بالنسبه لنا، لكن حقوقنا هنحافظ عليها وهنقدر نستردها، ودي القرارات. ونتمنى ان شاء الله الناس تلتزم بسداد الغرامات اللي عليها، خاصه فارس ان احنا عندنا كمان فكره الاتحاد الافريقي والكاف تحديدا، اي نادي هيكون عليه غرامات غير مسدده وارد جدا ما ياخدش التراخيص ويشترك. مش كل الانديه يا راجل، ده احنا عندنا انديه رؤساء الاتحاد يا راجل كانوا بيفتحوا لها اسيست. عادي 3 مليون لكن ما عديش رقم احمد حسن. صحيح الموضوع صعب جدا، ولكن عايز اقف وقفه في الخبر اللي اسامه كان بيقوله لكم. للامانه القطاع القانوني داخل النادي الاهلي وفكره اهتمام النادي الاهلي بحقوقه القانونيه، الموضوع ده يستدعي وقفة وإشادة، لأن إحنا بنشوف النادي الأهلي يا جماعة القصة مش محتاجة أن أنت تكون مؤلف قانون، وعلى فكرة القانون لا يؤلف يعني، أو محتاجة أن أنت يكون عندك خبرات قانونية كشخص، ولكن محتاج أن أنت كمؤسسة يا أسامة تكون معني بقضاياك وعارف كويس قوي مواقفك إيه. يعني شفنا قضية مسك، النادي الأهلي خد الإدارة القانونية خدت بطلان بالحكم اللي كان صادر لصالح مسك. شفنا صلة، أنت خدت 150 مليون. شفنا أجاييه، أنت خدت فلوس كانت حولت بالخطأ واسترددتها بشكل آخر. حتى لما رحت النزاع اتحاد الكوره مع لجنه داخليه هنا حكمت لك ب 150,000، عبد الله السعيد مؤخرا 2 مليون دولار، واخيرا كوليبالي. هنا الفكره ان ده انت كمشجع يديك ايه؟ لا، انت في ايد امينه فيما يخص كل الملفات القانونيه. والمهم كمان يا اسامه ان انت كنادي ما بتوصلش المرحلة ان انت تكون في اي نزاع قانوني في موقف ضعف فيه، ده معناه ايه؟ ان انت شغال بالورقه والقلم صح. ونتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يظل هو صاحب حقوق ما عليهوش حقوق. بالتاكيد يا فارس، ودايما النادي الاهلي غير، لان احنا النادي الاهلي فبالتاكيد حريصين جدا على حفاظ على حقوق النادي الاهلي، والاهم كمان اننا بنكون حريصين للحفاظ لحقوق اللاعبين اللي بينتهي تعاقدهم مع النادي الاهلي وكان ليهم مستحقات بتوصل لهم ايا كان هم في اي نادي. سمعنا طبعا كتير عن لاعبين زي كابتن احمد حسن عميد، كان داخل في مشكله مع ناديه بعد النادي الاهلي، ولكن اتكلم ان النادي الاهلي بعت له الفلوس او مستحقاته لغايه النادي الثاني اللي هو فيه. انديه لاعبين ثانيه خرجوا ما كملوش مباريات افريقيا وراحوا انديه اخرى، خدنا بطوله افريقيا وصل لهم مستحقات ومكافئات البطوله. ده بيحصل في السنه دي بس؟ لا، ده بيحصل على مدار تاريخ النادي الاهلي. لذلك مش هتلاقي لاعب بيطلع يشتكي النادي الاهلي ويقول انا ليا مستحقات ما خدتهاش. عندنا نماذج كتير هنعرض منهم معتز اينو عشان نرجع نعاقب. ايه هتتاخروا كتير؟ ولا كلمه، لدرجه بعد ما مشيت كمان وانا في حرس الحدود كان ليا مستحقات. النادي الاهلي بكل شياكه واحترام ونزاهه، انا بقولها على الملا، اقسم بالله كنت انا بعتوا لك ولا انت اللي قعدت تلحق انا فلوسك؟ لا لا لا، ما فيش الحاح. هي كانت الفترة دي كانت ساعتها الثورة والقصة، فكان كده كده مش عليا انا، دي كان على كل الفرقة. وقت ما ورغم ان انا بره النادي، كنت انا واحمد السيد وشوقي نروح زينا زي اللعيبة، بس اللعيبة الفرق اللي انا بروح اخد فلوسي كاش، لكن اللعيبة عشان موجودين بينزلوا في في الكارت في الارض في الميعاد. اول ما الفلوس بتنزل الدفعات اللي هي مستحقات بروح اخدها كانك لعيب في الفريق، واخش النادي عادي واروح الخزنة اخدها. وانت تلعب في حرس وانا بلعب في حرس وانت بتجيب جون في الاهلي عادي؟ انت بتهزر؟ والله ما بهزر، خدت فلوسي على داير مليم، محدش قفل الباب في وشك ويلا خاين. لا لا لا. وانت جبت في الاهلي صعب. هو احنا عمرنا كابتن شفنا اللي لعيب من النادي الاهلي بعد ما بيمشي عمرنا شفنا راح اتحاد الكره يشتكي ولا حاجه؟ لا. النادي الاهلي يا كابتن ليك جنيه هتاخد الجنيه، ده على مختلف الادارات، على مختلف الادارات. يعني تتكلم في اداره الكابتن حسن حمدي، اداره المهندس محمود طاهر، مفيش اي مشكله كل مفيش اي مشكله. فاي جنيه ليك عمره ما هيروح. خدت فلوسك بالكامل بالكامل بعد وانا في حرس الحدود كنت بروح، يعني اول ما اعرف اللي فيه فلوس اروح اخد فلوسي على داير مليم ومفيش اي مشكله خالص. في النادي الاهلي مش هتلاقي لاعب زي ما قال معتز اينو كده عمره يروح يشتكي النادي الاهلي بعد ما انهى تعاقده مع النادي الاهلي. في النادي الاهلي لو ليك جنيه
هتاخد الجنيه. كابتن احمد شوبير قال له انت كنت وقت اداره الكابتن حسن حمدي وده على مختلف الادارات، وده احنا بناكده على مختلف الادارات، النادي الاهلي ما بياخدش اي حق لاي لاعب لعب فيه وبياخد حقه وهو عايش وفي اسرع وقت، مش بياخد حقه بالقضايا وبعد ما يموت. انت بتشير للورثه بتاعت احد اللاعبين، ولكن احنا عايزين ناكد يا اسامه ان دي مش واقعه استثنائيه زي ما انت قلت. يا جماعه النادي الاهلي لسه ما اتكلمنا قانونيا، فكره المؤسسيه، انت مؤسسه لها اطار بتشتغل بيه طول الوقت، ده اللي يخليك تشوف تراكمات نفس السلوك. نشوفه ازاي؟ نشوفه في شريف اكرامي اللي كان مشي من النادي الاهلي وكان فيه ملابسات وظروف، نادي الاهلي يفصل، النادي الاهلي فريق محترف، النادي الاهلي بلسان شريف اكرامي بيعمل اللي كتير جدا ما بنشوفهوش مش من انديه اخرى تقريبا من اي نادي تاني في مصر. نطلع ونشوف الفيديو. ان انا يعني عايز يبان ان انا بتحمل مسؤوليه بس، فخلاص شريف انت اخترقت الحظر الاعلامي وخالفت النادي، فخلاص انت كده كده اوريدي الموسم خلاص فاضل له شهرين وينتهي، مالكش مستحقات فخلاص ما تجيش. خدت مكافاه البطوله ولا ما خدتهاش؟ خدتها بعتوها لك. بس ده شيء في منتهى الاحترام. هو ما شكتش لحظه ان هو مش هيتبعت، ما شكتش لحظه. لا بعتوها لك لحد عندك، نزلوها في حسابك وكل حاجه. رغم انك سبت النادي وكل حاجه لكن التعامل كان بروفيشنال جدا. كنت متأكد ان ده اللي هيحصل من النادي الاهلي. على فكرة الجملة دي يا جماعة وراها تفسير لاي لاعب علاقته بالنادي الاهلي ايه، انت مشيت ازاي، ايه الاحداث اللي حصلت، حاجة مرتبطة بيك او مش مرتبطة بيك، في النهاية انت واثق ان بعيدا عن اي حاجة حقك هيوصلك. وده اللي بيخلي علاقة لاعبين بالنادي الاهلي، البعض يقولك وكالة الاهرام، البعض يقولك مش عارف فلوس ايه. يا جماعة الجنيه في النادي الأهلي مضمون، فلوسك في النادي الأهلي انت محدش بيجاملك بيها، انت عارف ان انت داخل مؤسسة عريقة بتضمن لك حقوقك. ده النادي الأهلي اللي نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان ده كمان ينعكس على اي لاعب داخل النادي الأهلي ويعرف ان هو في نادي مختلف تماما زي ما قلنا الأهلي غير. يعني احنا ليه جبنا شريف إكرام يا فارس؟ لان لما نجيب معتز إينو ممكن الناس تقول لك اصل هو في قطاع الناشئين في النادي الأهلي فبيقول كلام يعني في مبالغة شوية، لكن احنا جبنا شريف إكرامي واحنا عارفين انتقال شريف إكرامي وانتقل لإيه. والحقيقة يعني شريف إكرامي في لقائه يعني مر بمراحل كتير واتكلم في نقط كتيرة جدا، وأنا استوقفني نقطة ان هو يعني زعل من جماهير النادي الأهلي وان هو راح نادي مش جماهيري عشان جماهير النادي الأهلي. الحقيقة النقطة دي يعني صعبة جدا، لان في النهاية نادي جماهيري نادي مش جماهيري، انت عارف كويس قوي جماهير النادي الاهلي مشاعرها ايه، حتى لو كان موضوع على مستوى الادارات في انتقالات لاعبين، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا الاهم ان الكابتن شريف اكرامي حاول يصدر مشكله بتحصل لنتائج سلبيه للفريق المنضم ليه، وقال ان اسباب المشكله دي النادي الاهلي، وهو ده اللي لازم نتوقف عنده. شريف اكرامي اللي عارف ان النادي الاهلي هيبعت له مستحقاته لازم يبقى عارف ان النادي الاهلي ما بيرصدش لاعب او ان حد يتدخل في مجامله اعلاميه تخص النادي الاهلي. نشوف تصريح شريف اكرامي ونرجع نعقب. لكن هل الاعلام هو اللي خسر مثلا بيراميدز ذهابا وايابا من الرجاء؟ لا طبعا. هل الاعلام هو اللي خسر بيراميدز كل هذه النقاط الغريبه جدا؟ انت خسرت 9 لا بس بص يا كابتن خلينا بلاش لغه الارقام لان هي مش هتبقى منصفه. طيب خلينا لا مش هتبقى منصفه لحضرتك، مش لبيراميدز، لان كل الانديه حتى الاهلي والزمالك كله ساب نقط كتير جدا السنه دي، والاهلي والزمالك بياخدوا على دماغهم. الناس مش مصدقه ان الاهلي خسران مثلا 16 بونت والزمالك خسران. لا بس ده وارد يا كابتن في الكوره. أيوة وارد كمان في حاله بيراميدز. هقول لك ليه بقى، حاله بيراميدز بالتحديد. ايوه كابتن، لان في انا متاسف للمقاطعه والله مش هتعرف تاني، لكنه لما انا سالت ايه الفلسفه وناس من بيراميدز وانت متاكد ايه الفلسفه من شريف واحمد فتحي وعبد الله السعيد ومعاهم او عبد الله السعيد وبعدين شريف واحمد فتحي ورمضان صبحي، قال لك عايزين نقوي اوضه لبس واخده على البطولات وبالتالي يبقى من السهل ان ناخد البطولات دوري او كاس او افريقيا. ايه بقى الاستجابه للكلام ده؟ اقول لك الاستجابه من مين؟ من الميديا بشكل عام، مش شخص انا عشان ما تزعلش مني. ايه؟ لا لا خلاص. اول حاجه ده مشاكل اوضه اللبس مش طبيعيه. ما انا دلوقتي ما انا لازم اضربهم ايه، احط لهم المشكله في الميزه اللي هم كانوا عايزين يحققوها. دي متطوعين مثلا عايزين بيجاملوا المسؤولين في النادي الاهلي او عايزين يفسخ. اشمعنى النادي الاهلي؟ لان احنا ماشيين من النادي الاهلي. ويعني
لا يا كابتن مش النادي الاهلي جنب النادي الاهلي ليه؟ لا بص يا كابتن، هي احمد فتحي كان طالع بشكل جميل وانت كنت طالع بشكل جميل، هي المشكله كلها كانت في رمضان. عبد الله السعيد المشكله كانت في رمضان. والصدمه كانت في رمضان. لو كنت اتكلمت عن فكره الاعلام بشكل عام ان هو شايف ظواهر سلبيه في نادي بيراميدز وتوقفت عند هذا الامر ما كنتش هتبقى معانا النهارده، لكن لما تشير ان الاعلام او الميديا بشكل عام يا كابتن شوبير ومش هتكلم عنك عشان ما تزعلش بيجاملوا النادي الاهلي فيقول له اشمعنى ده، لانه احنا مشينا من النادي الاهلي. الحقيقه هو النادي الاهلي ما كانش بصدد تعاقد مع الكابتن شريف اكرامي، وكانت اعتقد العلاقه منتهيه من شهر 1 فبراير تحديدا، فما كانش فيه اي ازمه واي مشكله. الازمه حصلت بعد كده لما حصل تلاعب، وحتى الازمه دي مش عند النادي الاهلي، النادي الاهلي كمل في طريقه وقدر يحقق البطولات، لان قلنا النادي الاهلي ما بيقفش على اي حد. لكن لو انت بتتكلم عن النادي الاهلي وعايز تفسير لفكره ليه الناس ممكن تنتقد وتقول اوضه اللبس، اعتقد التفسير واضح جدا لما حارس مرمى يطلع يقول ان بيحصل معايا كذا وكذا وكذا وده ضمن اتفاقيه او ايا كان الاسباب. انا مش بقول هنا هو كلامه صح ولا غلط، لكن بقول ده حدث بيحدث في نادي سين، مش شرط نادي بيراميدز، نادي سين. طبيعي جدا ان الاعلام يجيب الحارس ويقول له الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي وايه اللي انت بتقوله ده، فبيتكلموا عن اوضه اللبس. فبالتالي محدش قال اسرار من داخل اوضه اللبس، حضراتكم اللي اعلنتوا الكلام ده على الملأ. فبالتالي الاعلام لازم يتناول، الاعلام لو لم يتناول الموضوع يبقى هنا المشكله الحقيقيه. فده نقطه. النقطه الثانيه والمهمه جدا، هو بيخاطب الكابتن احمد شوبير كابتن النادي الاهلي بيقول له الارقام مش هتبقى في صالحك. اي ارقام؟ لو جينا بقى ارقام، تعال نشوف القيمه التسويقيه لنادي بيراميدز، هي الاعلى في الدوري المصري، اعلى من نادي الزمالك، ثم ياتي النادي الاهلي من حيث القيمه التسويقيه، المصاريف اللي اتصرفت على اللاعبين النادي الاهلي. فبالتالي انت المفترض بما انكم بتتكلموا عن طموح يكون النتائج افضل من انك تعمل نسبه تحقيق فوز ونقاط في الدوري من عدد المباريات على نفس كفه النادي المصري البورسعيدي. النادي الاهلي عامل 72% من النقاط على نفس كفه نادي الزمالك 72% من النقاط، حضرتك عامل 53% من النقاط اللي المفترض توصل ليها، 34 نقطه من 63 نقطه. الارقام عمرها ما تكون ظالمه للنادي الاهلي، لان الارقام خلقت لكي يكسرها النادي الاهلي. بص بقى يا اسامه، في جزء انت اتكلمت فيه وانا متفق معاك في كل كلمه فيه، وهو تقييم تجربه بيراميدز. طيب هنروح فيما يخص، احنا لا تعنينا تجربه بيراميدز نجحت او ما نجحتش، ولكن حاول شريف طول اللقاء واحنا مش هنتعرض لحاجات كتيره جدا ممكن يكون الكلام فيها، ولكن النادي الاهلي مش طرف مباشر فيها، فهنا داخل شاشه قناه النادي الاهلي مش هنروح لحته مش بتاعتنا، انما ايه اللي بتاعنا يا كابتن شريف يا اللي كنت لابس على كتفك شاره الكابتن، ما ينفعش ومش مسموح ومش صح ان انت تقول ان البعض بيهاجم بيراميدز عشان يرضي مسؤولين داخل النادي الاهلي. هنا بقى ده حق اصيل للنادي الاهلي، هنا بقى ده اللي المفروض وانت داخل النادي الاهلي اتعلمت ان ما ينفعش يتقال. فكره ان البعض لما يهاجم بيراميدز هيرضي المسؤولين داخل النادي الاهلي، طب وانا هارضي المسؤولين بايه في شيء لو المسؤول مش هيساعده ده او المسؤول مش بيدفع لده؟ لا حضرتك، المسؤول داخل النادي الاهلي لا يعني ان بيراميدز ينجح او ما ينجحش، وهنقول لك ده ازاي. انت بتتكلم عن ان اللعيبه دي راحت لتحقيق هدف وهي استنساخ روح اوضه لبس النادي الاهلي داخل بيراميدز، زي ما قال لك احمد فيما يخص المهدي سليمان، او فيما يخص شيء اخر عمر جابر مؤخرا يا احمد وازمه الشاره اللي اثيرت. كل ده انت ما قدرتش تحققه وما قدرتش تستنسخ الاهلي فيه، فبتحاول تبرر ده على فكره مش للنادي الاهلي. طيب اقف معاك عند نقطه مهمه قوي فيما يخص عمرو بسيوني، تناولناه هنا في حلقه وهو مسؤول داخل بيراميدز، طلع يتحدث عن اشياء كلها تخص النادي الاهلي، بل تحدث عن بطولات النادي الاهلي وقال كلكم عارفين بتتاخد ازاي، وردنا هنا رد عنيف وكان يستحقه. هل ده ما وقفتش عنده وان الاعلام بيسيب مساحات النادي الاهلي يتهاجم فيها؟ اذا الاعلام بيعمل ده مع الجميع، ما تحاولش تصدر مظلوميه. يمكن انت لما خرجت من النادي الاهلي تناسيت ان مش فلسفه النادي الاهلي ان هو يصدر مظلوميه. واخيرا نهيت بجمله، الصدمه كانت رحيل رمضان، رمضان اتقال له معاك ساعه، اعتقد اللي بتقال له معاك ساعه وترد ما بيتصدمش، في فرق ما بين صدمه وفي فرق ما بين خيبه امل في حد كنت بتعتقد ان هو عنده الحد الادنى من الانتماء وطلع ما عندوش.
ولكن عايز تعرف مسؤولين النادي الاهلي حسوا بايه، او تعنيهم تجربه بيراميدز ولا لا، او حد عندنا اتصدم ولا لا. نسمع الرمز والاسطوره كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم بلسان حال كل اهلاوي، نشوف الفيديو. زعلت من رحيل بعض اللاعبين لانديه اخرى من الاهلي لانديه اخرى بسبب المبالغ او العروض اللي قدمت لهم. انا ما زعلتش، انا زعلان عليهم، والمفروض هم اللي يزعلوا انهم سابوا النادي الاهلي. زعلان عليهم، اعتقد الرساله واضحه. مفيش حد هيحط في تفكيره ان مسؤول يرضى بالهجوم على بيراميدز. احنا لما بنتكلم في حق يخص النادي الاهلي او حد بيهاجم النادي الاهلي فبنرد، غير كده لا يعنينا البعض هو اللي تعنيه كثير من المشاكل. وكلمه كابتن محمود الخطيب لسان حال كل اهلاوي يا اسامه. تاكيد يا فارس، وكمان الامر واضح جدا، النادي الاهلي بيفكر فيما هو قادم، ما بيبصش وراه، وده اتعودناه او اعتدناه في تاريخ النادي الاهلي. ليه؟ لان احنا النادي الاهلي. ومن هنا كانت الانطلاقه في اوضه اللبس النادي الاهلي، فقدرنا مع تكاتف اللاعبين والتفافهم حوالين كباتن حقيقيين بيقدروا قيمة النادي الأهلي، شفنا النادي الأهلي هو بيحقق بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب، شفنا برونزية كأس العالم للأندية، شفنا السوبر الأفريقي. ده ليه؟ عشان أوضة اللبس بقت على قلب رجل واحد، وبقى ليها كباتن يعرفوا قيمة النادي الأهلي، فخلاص تم الحفاظ على أوضة اللبس من العبث اللي كان موجود فيها. أعتقد كده الرسالة وصلت بوضوح. وعندنا بقى بما أننا بنتكلم عن كباتن النادي الأهلي، هيبقى ان شاء الله معانا تقرير لازم نقلب في صفحات النادي الاهلي عن نماذج اسطوريه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. الحقيقه حبينا نبتدي مع الكابتن احمد مكاوي. الكابتن احمد مكاوي مش بس محقق 20 بطوله في حوالي 11 موسم، لا، الكابتن احمد مكاوي كان له دور مؤثر جدا في مباريات القمه، مسجل 11 هدف في نادي الزمالك في 10 مباريات. الكابتن احمد مكاوي يعني بداية تهديفه في نادي الزمالك بهدف نقدر نفكركم بيه، وكأن الهدف ده كوبي بيست على مدار التاريخ. هدف فاكرين هدف كابتن طاهر أبو زيد لما ارتد من صدر حسين السيد، والكابتن أيمن شوقي سجل هدف في الدقيقة 92. تخيلوا الهدف ده كان أول أهداف أو وصف الأول أهداف الكابتن أحمد مكاوي هداف كاس مصر التاريخي في مرمى الزمالك. وللعلم برضو اتكرر الهدف ده ولكن من ابو جبل لعلي معلول في مباراه دوري 2018-2019، فهو واضح كده ان هو اهداف على شاكله النادي الاهلي في مرمى الزمالك. نطلع نشوف تقرير عن احد اساطير واللاعبين المميزين في تاريخ النادي الاهلي، الكابتن احمد مكاوي. الهداف التاريخي ورجل المباريات الكبرى وصاحب الريادة الذي توارى قليلا بين ملفات أساطير الأهلي، لكن بصمته جعلته حاضرا في المواعيد الكبرى، صاحب أرقام قياسية، عصي على النسيان. في مشوار بحثك في تاريخ الكرة المصرية لابد أن يصادفك اسم أحمد نبيه مكاوي أو مكي كما كان يحلو للجماهير أن تهتف باسمه، اسم ارتبط ببصمات عدة، بصمة الأول الأكثر والأهم. بصمة الأول عندما ارتبط مكاوي بالذكريات الأولى لجماهير الأهلي مع البطولة المحلية الأهم وهي الدوري، فقد كان صاحب الهدف الأول للأهلي في تاريخ الدوري عندما سجل في مرمى يونان السكندري، وهو أيضاً صاحب أول أهداف مباريات القمة في الدوري أمام الزمالك أو فاروق وقتها. بصمة الأكثر في بطولة أخرى هي الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، كأس مصر، كهداف تاريخي للبطولة ب35 هدفاً، رقم قياسي عصي على الكسر منذ اعتزال مكاوي في خمسينيات القرن الماضي. بصمة الأهم، فقيمة الهداف أحمد مكاوي ظهرت في قدرته على الحضور الدائم في المباريات الكبرى وجعلته يحجز مكانه في قائمة الهدافين التاريخيين لأقدم دربيات الكرة المصرية، حيث استطاع تسجيل 11 هدفا
في مرمى الزمالك في 10 مباريات مختلفة، وساهمت أهدافه في فوز الأهلي في 7 منها وتعادله في 3، ولم يهزم في أي مباراة سجل فيها مكاوي. كذلك حجز مكانه في صدارة هدافي لقاءات الأهلي والإسماعيلي 10 أهداف لا يشاركه فيها إلا أسطورة الأهلي صالح سليم. ومع منتخب مصر كان أحد اللاعبين الذين سجلوا حضورهم في البطولات الكبرى، عندما سجل في أولمبياد هيلسنكي 52 في فوز مصر على تشيلي في مشاركته الأولمبية الثانية بعد لندن 48. مسيرة طويلة اضطر لختامها بعد حادث سير بدراجة نارية بعد أن حمل الرقم 13 بينما تشرفوا بحمل قيادة شارة الأهلي. يمكن كابتن أحمد مكاوي لما حبيت في عمل خاص اختار 3 يا أسامة اتكلم عنهم بعيدا طبعا عن أساطيرنا اللي اكيد كلنا بنتداولهم، كان من ضمنهم توتو وكابتن أحمد مكاوي، لان كابتن أحمد مكاوي زي ما التقرير سرد فعلا من الناس اللي ما خدتش حقها، وانا بعني ده تماما. بعد مختار التتش وبعد محمد ابو تريكه هو ثالث هداف للقمه، ال11 هدف اللي سجلهم كابتن احمد مكاوي كان بيتمتع بمهاره ربما قلائل اللي مروا عليه مصر بالمستوى ده والمهاره دي. لكن كابتن احمد مكاوي له وقعه انا دايما بحب اللي بيغير الشيء السلبي يسيب بصمة تفسد فرحة الآخرين أو انتصارهم الزائف وتحول مجرى التاريخ. كابتن أحمد مكاوي عمل ده في بطولة 42 بطولة الدوري، كان النادي الزمالك فاز في يناير بنتيجة 6-0 في يناير، جاء الدور الثاني ودخل الفريقين المباراة بالظبط في مارس، وكان الزمالك متعادل في النقاط مع الأهلي برصيد 14 نقطة، ولكن السداسية دي ساهمت أنه هو يكون فارق بالأهداف. نادي الأهلي محتاج الفوز، إذا بكابتن أحمد مكاوي يقدم مباراة في الوصف ليها تكاد تكون من أروع المباريات اللي قدمها أي مهاجم للنادي الأهلي. كابتن أحمد مكاوي عمل كل حاجة تتخيلها في كرة القدم، وقدر النادي الأهلي يفوز 3-1، وده يساهم ان 6-0 ما غيرتش مسار البطوله، والنادي الاهلي بقياده احمد مكاوي والفوز 3-1 والهدفين اللي سجلهم ينتهي بيه بطلا للدوري في هذا الموسم. المجد كل المجد لامثال كابتن احمد مكاوي من صاروا دوري القاهره، بس عشان على دوري القاهره من صاروا على درب المنتمين. كابتن احمد مكاوي مش هننساك، واساطير النادي الاهلي دايما هتكون معانا في الاهلي خط احمر. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين بقى فقره التركيز، الفقره اللي دايما بنتكلم فيها عن الفار روم، عن التحكيم المصري اللي البرنامج ده راهن عليها من اول حلقه ليه، اننا مع التحكيم المصري هنغير ثقافات كتير، هنغير موروثات كتير، هنغير اكاذيب كتير كانت بتتروج ويتقال ان النادي الاهلي بيستفيد بالتحكيم. راهنا وما زلنا يعني نقترب من 2 بنكسب الرهان، ولكن المرة دي بقى فارس العدالة عند البعض مختلفة شوية، فحابين نفكرهم ان مفهوم العدالة ليك وعليك مش ليك بس. أنا متفق مع المفهوم ده، لان للعدالة وجوه كثيرة. العنوان الشهير ده هو ده، انت ممكن تجتزئ السياق وتقول كلام على فكرة منطقي جدا وبرافو، الكلام سياقه يبدو ليك انه صح، ولكن في جانب اخر من المنطق لما تيجي تناقشه تحس انت ايه ده، خدت جزء صغير قوي من الحقيقه قد كده عشان تسيب باقي الحقيقه كامله اللي لو اتعرضت هتغير اللي قاعد بيتفرج مفهومه بالكامل عن الحقيقه اللي انت كنت مفهمنا انها حقيقه. ازاي بقى اللي انت بتقوله ده بقى اسمه الانحياز التاكيدي بالزبط. او بطريقه بسيطه جدا انت بتشوف بعين صح. واحده اللي ليك، تعال نشوف انت شفت ايه ليك، وبعد كده نرد ونوريك اللي عليك. نطلع نشوف فيديو عن التحكيم المصري من وجهة نظر الكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن خالد الغندور. وزي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي في ارقام، احنا ذكرنا ان اللي ما اتحسبش
مش هيعدي تقريبا 10 ركلات جزاء تمام. او 9 ركلات جزاء منهم واحده للزمالك دي اللي هي وقعت دي اللي هي وقعت من الحكم ووقعت كمان من حكم الفار. ان احنا النهارده فايده الفار ايه؟ لو الفار مش موجود كان هيبقى الوضع شكله ايه؟ دي جزئيه. الجزئيه بتاعت العداله يا كابتن لازم يحقق العداله. لو انت محسوب لك 3 ضربات جزاء يبقى انت يحق ليك 3 ضربات جزاء وقد يكون مشكوك فيها. بص الحقيقة لو محسب لك 12 ضربه جزاء بنسبه 99% 98% اللي هيتحسب له 100 ركله جزاء فاهمني ازاي؟ هو بنسبه اكتر من 95% يستحقهم. اللي مش هيتحسب له هو بنسبه كبيره يستحقهم. على فكره يعني مثلا الاهلي كان ليه ركله جزاء ما اتحسبتش والزمالك كان ليه ركله جزاء ما اتحسبتش. الزمالك ماتش اسوان والاهلي ماتش دجله اعتقد وفي على فكره في فرق كتير. خلينا نتكلم بهدوء كده ونفند الاراء اللي جايه من خبير التحكيم والكابتن خالد غندور من قناه الزمالك. بيتكلموا عن فكره انا اتحسب لي 12 ركله جزاء 11 منهم صح ده اللي ليا، فبالتالي الفار اللي منحني 5 ركلات جزاء ده فار عادل وبيطبق العداله. ليه؟ لان بيمنح لنادي الزمالك ركلات جزاء. ده الموضوع. لكن في جمله اتقالت ما كانش ينفع اعديها من الكابتن ياسر عبد الرؤوف، قال ان 95% من ركلات الجزاء في وجود الفار تاكد ان هي صحيحه، وكل اللي حصل في الدوري حتى التاريخ ده هو عباره عن 9 ركلات جزاء لم يتم احتسابهم. انا مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف، هنقف عند 9 ركلات جزاء. بس يا فارس عايزين نوضح بقى الصوره بشكل اخر، اصلا ركلات الجزاء فعلا 11 من 12؟ الصوره الكامله ال11 اللي اتكلم عنهم كابتن ياسر عبد الرؤوف او اللي اجتزاهم. وعلى فكره برضه عشان تبقوا معانا في السياق، يعني احنا اتكلمنا عن الحياديه وعن اللي المفروض يتعرض وان الحالات بتتقال بشكل ما، فتحب يتعمل فقره تبين لا ان احنا بالورقه والقلم كذا، بس انت اللي عملته ده مش ورقه وقلم، والله انت اكدت اكتر اللي احنا بنقوله على فكره، يعني لما تتابعوا معانا الفتره تاكدوا ان بالعكس كلامنا ان الامور بتتعرض بشكل مغلوط هو الصح. بس انا عايز اقول لك حاجه، على نهايه الموسم المستوى هيتطور. انا معاك لان في مشاهده وفي اللي بتتفرج كتير بتتعلم كتير. نيجي بقى لفيديو اول فيما يخص الحالات وهو تحليل كابتن سمير عثمان لضرب الجزاء من العدد اللي اتقال ان هو صح 12 ضرب الجزاء. نشوف ضرب الجزاء الزمالك في بيراميدز وهي لعبة شهيرة جدا، هل كانت صح؟ نطلع ونشوف الفيديو. اما نيجي نشوف دي افضل زاوية كرة جاية، اوكي هنوقف الكرة بس نوقف هنا. الكرة كابتن ايمن جت في ايده صح؟ جت في ايده واضحة. طب لو شلنا الايد دي الكرة هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. الكرة هتيجي في جسم لا مش هتيجي لا بجسم. هتيجي للعيب اللي وراه. احنا مش مختلفين غير انها بينالتي واتحسبت. طيب انا شايف جهاد. انا كتحليلي انا الكرة دي يستمر اللعب. ادي ركلة جزاء برأي كابتن سمير عثمان، والفقرة دي زي ما انتم متعودين احنا ما بنجتهدش فيها. احنا عندنا خبرات تحكيمية تكفي ان احنا نيجي لابسين طقم تحكيمي كامل، ولكن بنجيب لكم دايما الرأي على لسان خبراء تحكيم. اصل انا خايف تقلب بعد كده تقول انا وجهه نظري كذا ويبقى قاعد قدامك خبير تحكيم وتبقى مش مقتنع بوجهه نظره. طيب ممكن نقول ان دي ركله الجزاء اللي اتفق عليها الكابتن ياسر عبد الرؤوف ان دي اللي هي ال 95%، اللي دي ركله الجزاء اللي مش صحيحه. ال 11 من 12 ركله جزاء صحيحه. طلعنا قبل كده هنا اتكلمنا عن نقطه مهمه جدا وكيف انقذ النادي الاهلي الحكام المصريين في مباراه القمه الدور الاول. قلنا كلام كنا متأكدين منه إن ركلة الجزاء دي اللي اتحسبت ضد النادي الأهلي لسيف الجزيري هي من أنواع الغطس داخل منطقة ال 18. ده مش رأيي. شوفوا الكابتن سمير عثمان لو هو كان حكم كان هيقول أو كان هيحسب الركلة دي إيه. بص أنا بصراحة أنا هتكلم الكرة دي من وجهة نظري لو أنا حكم مش هحسبها، بس هي كرة ضعيفة جدا، كرة ضعيفة جدا 50% في 50%، فدعم قرار كابتن أحمد الشناوي وهم دعم قرار الحكم وخلاص همشي مع قرار الحكم. نخلي بالك زي ما كابتن احمد قال محمود البنا هنا ما حسبش، استدعاء محمد عادل حكم الفيديو. طب انت لو استدعاك حكم الفيديو ورحت؟ نعم لو استدعاك حكم الفيديو ورحت. بص انا هقول لك حاجه، انا من وجهه نظري وانا بتفرج عليه انا ما فيش دفع. انا لو هحسب هيبقى في ممكن يبقى في خطا من علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي. النادي الاهلي عدى الامر في مباراه القمه عشان ده حكم مصري. الكابتن سمير عثمان كلمة الحق واللي هو مقتنع بيها بدأ بيها الكلام، أنا لو حكم مش هحسبها. لما اتقال له بقى تعمل إيه؟ قال أنا ممكن أفكر هي مش على رامي ربيعة، ممكن يكون حاجة علي لطفي، اللي هو محاولة برضه تجميل صورة الحكم المصري. طب خلاص خلينا نقول في النهاية هو قال 50-50. إذا هنا أول قاعدة في الفقرة دي قلناها قبل كده مرارا وتكرارا،
ان الشك في صالح الزمالك. شك في صالح الزمالك فكان عندنا ضربتين جزاء لان مش هعتبره لصالح الزمالك من اصل 12 يبقى 10. طب هل القصه انتهت عند كده؟ لا، عندنا ركله جزاء شهيره حسم بيها النادي الاهلي نقاط، حسم بيها نادي الزمالك نقاط مهمه جدا في المباراه امام نادي المصري، وكانت ركله جزاء سبقها مخالفه كالعاده محدش حب او فكر يشوف المخالفه دي كانت عامله ازاي. وزي ما قلت محمود البنا كان يبدو ان هو مستعجل وعنده حاجه المباراه دي. نطلع ونشوف الفيديو براي خبراء التحكيم في ركله الجزاء الثالثه من ال 12 عشان يبقوا 9 فقط. نطلع ونشوف الفيديو. هناك ركله جزاء مستحقه على لمسه اليد ولكن يسبقها مخالفه. ايوه، مخالفه من لاعب الزمالك وهي اهداف لاعب المصري. وكان من المفترض على الـ على الـ على الفار ان يقدم له يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه، وكان طالما هو البنا راح بس شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع بيخش ويكلم كابتن فرقه، كابتن فرقه كان ليكم ركله جزاء بس عليكم فاول من انت في فاول قبل منها، ويستأنف بالفاول اللي هو على. طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. طب هل اللقطه بتاعت الفار اللي اتعادت ما عرضوش الفار وعرضه لمسه اليد؟ معلش احنا غلطنا غلطه كبيره يا اسامه. اتفضل. طبيعي كابتن ياسر ما يحسبش دي. طب. لان دي اللقطه اللي ما بيجيبوهولاش اصلا في قناه الزمالك. ده حقيقي، يعني اللقطه دي اصلا ما بتتجابش يا جماعه. هو بيدور عليها من يوم ماتش الزمالك. صحيح، طالبها بقاله حوالي اسبوع وما بتتعرض. اسبوع ايه؟ بقاله شهر وما بتتعرضلوش. فطبعا حقه ان هو ما يحسبش دي من ركلات الجزاء اللي كانت محتسبه وهي غير صحيحه لصالح الزمالك، فاحنا بنعذره. وفي الدقيقه كام؟ وفي الدقيقه كام؟ صح، حسمت نقاط مباراه. فاحنا نراعيه برضو ان هو ما بتتعرضلوش الحاجه كامله فما بيعرفش يكون الحكم، فده شيء طبيعي. طب زي الفل. الكابتن خالد الغندور اتكلم عن الفار اللي حسب 5 ركلات جزاء لو كان ما فيش فار ما كانوش هيتحسبوا لنادي الزمالك. الغريب ان المفترض فعلا في وجود الفار ما يبقاش من اصل 5 ركلات جزاء حسبهم الفار 3 غلط. 60% من ركلات الجزاء اللي بتحتسب لنادي الزمالك في وجود الفار ومراجعه الفيديو غلط. طب لو مش موجود فار، نسبه ال 60% دي شفناها المواسم اللي فاتت كانت بتطلع ل 70 و80 و90. ده بس الجزء اللي بيتقال فيه اننا لنا 12 ركله جزاء لما كان موجود فار خدنا حقنا من ركلات الجزاء. ادي وجود الفار من اصل 5 في 3 غلط. نروح بقى لجزء تاني مستحيل كانوا يتكلموا عنه. طبعا. طب في وجود الفار ده كان في كام ركله جزاء المفترض تحتسب على نادي الزمالك الحكم والفار تغاضوا عنها؟ نشوف الفيديو. لاعب الزمالك رايح بالشكل ده بيدخل فيه، بص اللاعب، بص بس خلاص شوف، بص واضح جدا ان داخل منطقه الجزاء اهي، نمشي بس اذا جوه المخالفه جوه منطقه الجزاء. يا كابتن احمد، لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا، في ركله الجزاء طبعا ركله الجزاء. طيب انا علمت ركله الجزاء موجوده مفيش كلام. هنا دلوقتي نقف في الحته دي، هنا كوع اللاعب في ظهر لاعب انبي. بص نمشي نمشي خلاص، ده دفع دفع خلاص، دفع. وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله جزاء لم تحتسب. كان دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه، دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله، هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي. اذا النهارده المخالفه موجوده ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير، لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. خلينا بس نكون منطقيين ان احنا خدنا ركلات الجزاء اللي في الدوري، ما اتكلمناش عن ماتش حرس الحدود اللي في كاس مصر اللي كابتن ياسر عبد الرؤوف نفسه قال ما فيش ركلتين جزاء اللي اتحسبوا للزمالك دلوقتي ما فيهمش حاجه. احنا بنتكلم في الدوري عشان هما بيتكلموا في الدوري. ادي الجزء اللي عليك مش شفته. ماتش انبي ركلتين جزاء، ماتش سموحه ركله جزاء، بس انا عذرك. ليه بقى انا عذرك؟ لان دول ما شافهمش الحكم وما شافهمش حكم الفيديو، لكن عندنا ركلتين جزاء لا شافهم الحكم ولا حكم الفيديو ولا حتى خبراء التحكيم. فبصراحة يعني حاجة منتهى الجمال. نستعرض أول ركلة جزاء اللي هي ركلة جزاء على أشرف بن شرقي في ماتش الزمالك والمقاولين اللي انتهى بالتعادل 2-2. عارف أنت اللي يقول لك اقنعني إن دي مش ركلة جزاء. الأصعب بقى إن الكرة دي اتحسبت فاول على المهاجم. ليه؟ ضربه بظهره في إيده.
ملهاش معنى تاني. ده قانون تحكيم في ركلات جزاء في مباراه انتهت 2-2. الصوره دي اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم اتحسبت فاول على مهاجم المقاولين العرب، لان اشرف بن شرقي لما زقه ضربه في عبد الله جمعه، فما اعتبروش الزقه دي حاجه واعتبروا الفاول على المهاجم اللي ضرب في عبد الله جمعه. عندنا اللقطه الثانيه اللي برضو ما بيحدش شافها خالص، ما حدش اتكلم عنها خالص رغم انها واضحه بشكل كبير جدا، دهس رجل رامي ربيعه. سيبك من شده الونش البنون، يعني انا اتغاضى عن شده الونش البنون لانها استمرت من اول اللعبه لاخر اللعبه، فهنقول الونش كده كان ايه عنده ثقه تقريبا لاخر الماتش. لكن دهس رامي ربيعه ما خدتش لاخر الماتش، خدت دقيقتين اصابه رامي ربيعه، لا الفار شافها، واحنا عارفين طبعا ليه الفار ما شافهاش، لان حكم الفار الكابتن محمود عاشور، وطبعا حكم الساحه ما شافهاش لان احنا عارفين كابتن امين عمر اهلاوي فمش هيشوفها، فدي كمان ما اتشافتش. لكن كمان دي بقى صوره واضحه جدا جدا، واخد بالك الونش مكمل يا فارس؟ طبعا الونش فضل لاخر الماتش ماسك المسكه دي ما سابش منه. ادي الصوره تانية واضحه، فاعتقد يعني الكابتن محمود عاشور انا متاكد ان هو ما كانش هيشوفها وحكم فار. احنا لينا موقف كتير مع الحكم محمود عاشور، لكن الغريب ان حتى الاستوديو التحليلي ما شافهاش، فبالتالي من اصل وفي وجود الفار اقصد خمس ركلات جزاء لم يتم احتسابهم على نادي الزمالك، الخمسة يغيروا نتائج المباراة، الخمسة يغيروا نتيجة المباراة. الفار عادل يا فارس ازاي؟ ده عادل عادل. عشان كده احنا يا جماعة اسهل حاجة في الدنيا انك تدي حد جزء من الحقيقة. تعالى انا وانت نقعد نقول احنا لنا 12 ضربة جزاء، طب والله لا نثبت للناس ان هم صح ونشتغل على الاساس ده. اولا ثلاثة منهم طلعوا مش صح، تاني حاجة بقى في جزء هو انت عليك ايه ما تحسبش؟ ما ده انت ما جبتوش حضرتك، احنا في الحلقة طالما قلنا هنبين للناس صحة الموقف نجيب بقى علينا ايه وما تحسبش؟ تاني حاجة بقى، تالت حاجة ودي الاخيرة، الاهلي ليه اصلا وما تحسبش؟ عشان ساعتها نقيم نشوف بقى ركلات جزاء لصالح النادي الاهلي ولم تحتسب. نطلع ونشوف الفيديو عشان كمان تبقوا شفتوا الحقيقه كامله. الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للامام، لو هو بيمثل ليه بيقع لورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ دي حسب بس. الفار ما شافش خلاص بقى. لعيب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره، اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص، دي ركله جزاء واضحه. واضحه ركله جزاء واضحه، مش محتاجه ممكن جهاد ما يشوفهاش عشان جاي من ورا، بس كان لازم هنا على حكم الفي اي ار كان لازم يستدعيه ويراجع مع الكره. ده كابتن شناوي اكيد ركله جزاء ما فيش فيها يعني، لعبه مش محتاجه. في بدايه اللقطه، في بدايه لقطه المهاجم المدافع كان عنده اتساع في الذراع وخروج عن الجسم، فهنا الوضعيه لم تكن وضعيه طبيعيه في بدايه اللقطه، فهنا كانت هناك ضربه جزاء صحيحه لم يعلن عنها الحكم الرئيسي. قدم هنا لقدم اللاعب المحلي هو بالشكل ده اهو. نعم. خلاص حط قدمه امام قدم لاعب محمد داني اللي هيجي فيه. نعم. يعني حط رجله على برجله في فخد لاعب محمد داني خلاص. نعم. محمد داني لازم يسقط. أيوه. بالشكل ده، فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه. الشيء الغريب ان الفار ما ندهوش. أيوه. لو انت بصيت لي دي كده، دي بالظبط ركله الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي. المسك ان انا ايه الاحتكاك، اكون انا بحتك بجسمي بايدي اني انا وعايز اخد الكوره، لكن ايدي انا كره هنا وبلعب الكوره بالرجل اليمين وايدي الشمال بتشد كده، ده بقى اصبح مسك ولابد انه يعاقب عليه. هنا دي كانت لابد ان تحتسب ركله جزاء، وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عاشور، ممكن ما شافهاش التفاصيل اللي احنا شايفينها دي، كان لازم الفار يجيبه ويقول له شوفها. بس هنا بص، هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الاهلي. انا كنت متوقع ان حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكره دي، بس الكره دي ما اتعدتش. دي الكره اللي خلت بعد كده اعتقد جهاز النادي الاهلي كان بيعترض عليها، ان ولا حكم الفيديو ناداه يعني ولا شافها. دي ضربه جزاء، دي ركله جزاء، دي ركله جزاء. عندك لعيب النادي الاهلي بيجري وفي واحد في ظهره مكمل في ايده، اما تلاقي اما لو جبناها تاني هتلاقي ايد المدافع بتاع المقاولين مكمله. تعالى بقى شوف اللعبه كلها كانت فين. تخيل سبع ضربات جزاء للنادي الاهلي صحيحه بشهاده خبراء التحكيم لم تحتسب، باستثناء ركله جزاء رامي ربيعه. باستثناء ركله جزاء رامي ربيعه صحيح، يبقى كده سبعه ومعانا ثلاثه احتسبوا، كان النادي الاهلي بقى 10 والزمالك ليه 12 ضربه. لا بعد اذنكم نرجع، مش الصوره دي. والزمالك ليه 12 ضربه جزاء؟
12 ضربة جزاء منهم 3 غير صحيحين، يبقى أنت كان هيبقى عندك الزمالك 9 ضربات جزاء صحيحة والنادي الأهلي 10 ركلات جزاء صحيحة. طب الوضع ده انتهى إلى إيه في الفقرة اللي عملها كابتن خالد الغندور وكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ 12-3، وهو كده بيقتنع إنه إداك العدل وإداك حقك. شفت إزاي من خلال الإعلام ممكن تستغل عقل اللي قدامك بالاجتزاء وتوريه حقيقه ملهاش اي علاقه بالحقيقه؟ بس الاهلي خط احمر وفار روم موجودين عشان نوريكم الحقيقه. بص يا نقطه بس بسيطه عشان نكون امناء في العرض، هم ليهم ركله جزاء لم تحتسب ما شافهاش الفار في ماتش اسوان، شفتها هنا بيقول الحق ازاي؟ والله العظيم ضميرك ده بس ماشي انا معاك. فكان المفترض يكون 10 ركلات جزاء للنادي الاهلي ل 10 ركلات جزاء لنادي الزمالك لو في عداله اللي احنا بنتكلم عليها، لكن اللي حصل كان بقى فارق 9 ركلات جزاء لصالح نادي الزمالك، بس هي دي العداله من منظور نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك. الاهم من كل ده ان مفيش ركله جزاء عن النادي الاهلي لا فار جابها ولا حكم جابها ولا حتى خبير او استوديو تحليلي يقول ان كان في نادي قدام النادي الاهلي في الدوري في ال 19 ماتش يستحق ركله جزاء وما اتحسبتش، على عكس نادي الزمالك 5 ركلات جزاء كان المفترض يتحسبوا على نادي الزمالك. ويطلع بعد كل ده الكابتن ياسر عبد الرؤوف وهو بيقيم الحكام بيختار 2 فقط لا غير من ضمن الحكام بيقول هم دول الافضل، الحكم الصباحي والحكم الحنفي اللي احنا اساسا استعرضنا ركلات جزاء انبي اللي ما اتحسبتش لصالح انبي ولا ركله جزاء سموحه اللي ما اتحسبتش لصالح سموحه، فحتى الحكم المميز عند الكابتن ياسر عبد الرؤوف هو الحكم اللي هيجامل نادي الزمالك. مهم جدا يا اسامه الفقره دي، وبعتقد ان هي لازم تشوفها كامله على بعضها عشان تعرف ان الحقيقه مش اللي عايزينك تشوفها كحقيقه، الحقيقه هي اللي بتتقال دايما في الاهلي خط احمر، ونوعدكم دايما لو حد حب يزيف الحقائق هنكون حاضرين وبالرد. نشوفكم بعد الفاصل، واوعوا تروحوا في اي حته لان معانا فقرات شيقه جدا. طبعا انت سايب موبايلك من اول الحلقه، بس لو انت مش سايبه باكد عليك ان انت دلوقتي لازم تسيبه. ليه؟ عشان احنا وصلنا لفقره ريمونتادا. فقره ريمونتادا فارس، الفقره اللي دايما محببه لقلوبنا، لقلوب الناس وقلوبنا والله، واحنا بنشتغلها يا اسامه خصوصا لو معانا ضيوف دايما بيساعدونا على شغل الفقره دي. بالتاكيد بالتاكيد معانا ضيف او اول ضيف في فقره ريمونتادا الكابتن رضا عبد العال. خلينا نكون واضحين وبهدوء كده عشان الناس اللي بنتناولها هنا ساعات بتزعل وساعات بنلاقي كلام مش منطقي بيتقال على البرامج المنوط بيها الدفاع عن النادي الاهلي. احنا نتجنب الكلام ده، احنا نقول ببساطه الكابتن رضا عبد العال كان لاعب في النادي الاهلي من اهم اللاعبين في فتره التسعينيات في كره القدم في مصر، لاعب موهوب بثرو واحد يوصل لك علي ماهر للمرمى وانفراد. فكلام عن قيمه كابتن رضا عبد العال فنيا كلاعب موهوب لا جدال، هو لاعب موهوب. والغريب ان احنا هنا جايين ندافع عن الخمس سنين اللي قضاهم الكابتن رضا عبد العال في النادي الاهلي على عكس الكابتن رضا عبد العال نفسه اللي ما دافعش عنهم وكان شايف ان النادي الاهلي كان جايبه عشان يوقع نادي الزمالك. تخيلوا احنا ندافع عنك كابتن رضا بس بعد ما نسمع الفيديو ده. فكانت الناس بتحب ان الكوره تجي لك وتيجي الحماده وتيجي عشان في متعه، انما انت هنا تك تك الف في اعمل كده عشان تروح تجيب جول. عشان كده انت ما كملتش، ما لقيتش نفسك في النادي الاهلي؟ اه لا انا ما اعرفش انا ما بقتش العب ليه، يعني هو يعني في ناس كتير قالت لي هو خلاص ان هم جابوك وقعوا نادي الزمالك وبعد كده يعني مش هيستفادوا منك تاني، مع ان انا لغايه اخر لحظه بيستفادوا مني. يعني مثلا ماتش اسوان كان خسرانين 2-0 وكنا بنلعب اسوان في اسوان هناك، والشوط الاولاني طلع 2-0، جه هولمان قام جاي منزلني جبت جون وعملنا جونين، واحد لعلي ماهر واحد مش فاكر لمين، المهم يعني كسبنا 3. فلما كانوا يزنقوا العب زي ماتش جمهوريه شبيه، ما انا بقول لك في الزنقات يلعبوك، انما طالما كسبانين والكلام ده ما يفكروش ان يلعبوك. بس فانا عشان كده كنت دايما ببقى جاهز. يعني خلينا بس نتفق ان النادي الاهلي في فتره التسعينيات كان له مدرسه، كانت مدرسه بدات مدرسه انجليزيه ثم مدرسة ألمانية. النادي الأهلي دايما بيحب اللاعب المجتهد، بعض الموهوبين ممكن يجي مدربين أو مديرين فنيين يتظلموا معاهم. كابتن رضا عبد العال بيقول لك إن هم كانوا لما يتزنقوا ينزلوني. طب ما كابتن وليد صلاح الدين
احد اهم نجوم النادي الاهلي كان تاريخه في فكره ان هو بينزل يخلص المباريات. وانت قلت بنفسك ان هولمان جه قال لك وانت قلت انه عنه عبقري ان مش بالمده اللي انت بتلعبها بقدر ما التاثير اللي انت بتعمله. لكن انا ده مش هتكلم فيه برضه. انا هتكلم في نقطه مهمه جدا ان اتقال لك يا كابتن رضا ان النادي الاهلي جابك عشان يوقع نادي الزمالك. كان مفترض يا كابتن رضا حضرتك اللي ترد تقول لهم ما حصلش. ليه ما حصلش؟ اولا بلاش هنقول الاجراءات الانتقال هنتكلم فيها، لكن لو انا جايبك عشان اوقع نادي الزمالك هجيبك على الدكه، لكن ما اجيبش رضا عبد العال عشان الاقيه مشارك في اول ثلاث سنين في كل المباريات الحاسمه في مواجهه القمه. 11 قمه كان في تاريخ الخمس سنين للكابتن رضا عبد العال، اول قمه منهم كانت السوبر الافريقي. تخيل كابتن رضا عبد العال لعب 5 اساسي واثنين بديل واربع مباريات ما شاركش فيهم الكابتن رضا عبد العال. هل ده يا فارس ممكن تكون عقليه نادي جايب لاعب عشان يوقع نادي اخر؟ مستحيل، خصوصا كمان لو اللاعب ده شارك في اهم المباريات على مدار الموسم بعيدا كمان عن نادي الزمالك. ما هو الفكره ان انا بسحب منك قوه لو انا غرضي ده، وكمان اللاعب ما بستثمروش. طب تعال نشوف هل اللاعب النادي الاهلي ما استثمروش على مستوى المشاركات في المباريات الحاسمه. شارك كابتن رضا عبد العال في السوبر الافريقي 94، وشارك في الدوري العام من المباراه الفاصله 4-3 الاسماعيلي. طبعا ده كان بيلعب على مدار الموسم. نهائي البطوله العربيه 95، بطوله النخبه العربيه 95، نهائي البطوله العربيه 96، نهائي كاس مصر 96. اذا انت بتتكلم نهائي البطوله العربيه 96 ايضا، بتتكلم في النهائيات كابتن رضا جزء اصيل منها وطرف فاعل فيها. ده على مستوى الرد فيما يخص هل انت فنيا شاركت ولا ما شاركتش. لان يا اسامه زي ما انت قلت الرد ليه جزئين. الرد الجزء الفني اللي مش خاضع لحد قال كذا او وجهه نظر كذا، دي كلها وجهات نظر، ولكن عمليا انت شاركت. طيب تعالى بقى على لسان كابتن رضا اللي دايما بيقول الواقعة وعكسها، ودي مشكله كبيره جدا، ودايما انا بحسه بالمود. يعني المود النهارده اغير حاجه في علاقتي بكذا هقولها. ويا كابتن رضا ده غلط جدا، وده والله ما عشان مسيرتك بس، انت بتتكلم في تاريخ انديه. اسامه احنا لو دلوقتي لما بنيجي نشتغل على فقره وعشان نوثق حاجه بنرجع نشوف اللي اتقال، وبنرجع نشوف الناس قالت ايه، وبناخد منه ان لا ده فلان كان قايل كذا، زي كابتن علي خليل في وقعه الهدف الشهير. ده شغل التوثيق. فانت لما تسيب للتاريخ فكره ان انا كنت جاي عشان اوقع النادي الاهلي وما يتردش عليها، ده معناه ان انت كان كلامك بس صح. بس هقول لك حاجه، هو ليه بعض العذر مش لكابتن رضا، لاي لاعب دايما بتنتهي علاقته بنادي كبير سواء النادي الاهلي او اي نادي اخر، فبيبدا يشوف ان الموضوع كان فيه ظلم واقع على الكابتن رضا او على اللاعب، فبيردد كلام. الكلام هنا بنقول ان هو ما كان صحيح. انت كنت لاعب مؤثر، لاعب جاي عشان تشارك. والاهم بقى فارس، طب لو انت كنت جاي عشان توقع نادي الزمالك وخلص عقدك الثلاث سنين، ايه احداث النادي اللي هو كان جايبك عشان يوقع نادي اخر؟ اعتقد بعد فتره التجديد الاولى لازم ترحل. هل كابتن رضا عمل ده؟ نشوف فيديو مهم جدا على لسان كابتن رضا عبد العال عشان نعرف منه ان اتقال ليس له اي علاقه بالمنطق. نشوف الفيديو. كابتن صالح سليم، لان راجل انت تشوفه بمجرد ما يكلمك في موضوع لازم ينفذ، ولا فلوس بقى ولا الكلام ده ولا كلمته واحده. الهبه انت تشوف. انت انا قعدت معاه مرتين، المرتين اقسم بجلاله لما كنت عايز اروح. اول جلسه كانت امتى؟ اللي هي تاني سنه بعد الثلاث سنين الاولانيين، اللي هي الجلسه اللي انا جددت فيها سنتين. لا يعني انت قبل ما لا هو قبل كده قابلناه كتير طبعا، وكان بيجتمع بينا كتير. لا انا بقول لك فردي. انت وجها لوجه. انت وكابتن صالح سليم. وفي مكتبه. في مكتبه. ما عادش معاك قبل ما تيجي الاهلي؟ لا 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 خالص ما عادش معاك. لكن اول جلسه كانت في التجديد الاول. الثاني بعد الثلاث سنين الاولين. الثاني كان ايه اللي تم وقتها او ايه اللي قاله لك؟ هو كان ساعتها بيجددوا سنه بسنه، وانا كان عندي عقد في ايدي وكنت هطلع بره بعد الثلاث سنين الاولانيين. فهو الوحيد اللي استثناه، لان انا كان عندي 30 سنه أو 31 سنة ساعتها. فاستثنى وقال لك هنعمل لرضا بعال سنتين
لما انا قعدت معاه بقى طبعا ما قلتش الكلام ده لحد خالص، لان انا مش من هواتي ان انا بس بقول ان انا معايا عقد. المهم يعني فقلت لكاب صالح، هو الوحيد اللي عرف كاب صالح، قلت له يا كابتن الوضع كذا كذا، وامن بقى انا لعبت النادي الاهلي 3 سنين ولعبت قبل كده النادي الزمالك 5 سنين وما عملتش حاجه من الكوره، انا جاي لي النادي كويس قوي قوي في السعوديه والكلام. قال لي لا احنا محتاجينك السنتين دول وهنمضي لك سنتين بدل سنه. يعني هنعوض لك الفلوس بدل ما هم هيبقى سنه واحده زي ما بنعمل مع الكابتن اسامه عربي والكابتن شوبير واللي بيعدي ال 30 يعني، هنعمل معاك انت سنتين. واخد بالك؟ ومش كده تعوض الموضوع ولا؟ قلت له اللي انت شايفه يا كابتن يعني. قال لي خلاص احنا هنعمل لك سنتين. وقام جاي مكلم كابتن عادل القيعي كان قاعد في المكتب اللي بره، قال له اعملوا الرضا على السنتين. لازم تزعل يا كابتن رضا لان الجلسه كانت مع كابتن صالح سليم اللي نادرا نادرا ما يغير شيء عشان حد، وانت بلسانك بتقول كابتن شوبير وكابتن اسامه عرابي كانوا بيجددوا سنه بسنه، وانت كابتن صالح عشان انت قلت ان ده اخر عقد ليك او ظروفك الماديه او في حاجه او في حاجه الى تعويض مقابل مادي لما كنت عايز تطلع بره، كابتن صالح قال لك بدل السنه هنعملهم لك سنتين. هنا في جزئيتين في التفاصيل مهمين جدا. النادي الاهلي لو هو كان جايبك يوقع بيك الزمالك في البدايه هيحرص ان انت تستمر معاه في المره الثانيه؟ طب لو انت نفسك النادي الاهلي حريص لنفس الغرض وانت شايف ان في الثلاث سنين الاولى كان هدف وجودك في نادي الاهلي هو مش تحقيق بطولات وانما ان انت توقع نادي الزمالك، كان طبيعي ترفض التجديد لا سنه ولا سنتين، كرامتي تمنعني انا ماشي، ولكن ده ما حصلش. اذا يعني رفقا بالتاريخ وبنفسك، لان احيانا البعض بيسيب صوره وحشه ذهنيه عنه. خاصه يا فارس، وان اساسا الكابتن رضا عبد العال جاب الحل، قال انا كان جاي لي عقد بره مصر، فكنت اصلا هتطلع بره مصر، لو هي فكره ان انت هتوقع الزمالك فانت خلاص بره مصر. وللامانه عشان نكون واضحين برضو عشان احنا بنتكلم تاريخ، الزمالك ما وقعش بعد رحيل الكابتن رضا عبد العال غير محليا، لان الزمالك له انجازات في غياب النادي الاهلي في افريقيا، فما اقدرش احسب ان الزمالك وقع في الخمس سنين اللي الكابتن رضا عبد العال موجود فيهم. لكن المواجهات اللي كانت بيننا وبين الزمالك كانت بتشهد تفوق محلي للنادي الاهلي، والمباراه الوحيده اللي تفوق فيها نادي الزمالك في تاريخنا هي مباراه السوبر الافريقي، وطبعا عارفين ملابساتها ومش عايزين نتكلم عنها كتير. ولكن في النهايه الكابتن رضا عبد العال انت جاي عشان حاجة فنية، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت شاركت في مباريات مؤثرة وماتشات فاصلة ونهائيات، ده رقم اتنين. النقطة التالتة اللي ما عملتش اعتبار ليها، ان انت قلت بنفسك ان انا كنت وصلت 31 سنة، يعني لما يتجدد لك ل 33 سنة اعتقد كان الامر كافي. حسمنا النقطة دي، لكن في نقطة اهم، هو فعلا النادي الاهلي يا كابتن رضا هو اللي كان بيسعى ليك عشان يوقع نادي الزمالك، ولا انت اللي سعيد للانضمام للنادي الاهلي؟ انا مش هقول حاجه، هنشوف الفيديو. لغايه ما رحت الباشمهندس عادل القيعي وهو مش مصدق ان انت جاي له، ان انا جاي له. عادل القيعي قال لك لا ده زملكاوي. دخلنا وقعدنا وخرج سلم علينا وبتاع، وقام جاي مكلم كاب صالح قال له رضا عبد العال جه هنا وبتاع، قال له طب شوف طلباته ايه. فبيكلمني بيقول لي طلباتك ايه؟ قلت له ماليش طلبات. قال لي طلباتك ايه؟ قلت له طلباتي ان همضي وهمشي. عشان حسيت ان كرامتك رجعت لك. بالظبط. هو بص الكابتن عادل موجود قوي يقول لك. فقال لي طب انت بعت الثلاث جوابات؟ قلت له لا. فقام جاي متصل بالنادي وقال لهم ايه، حضروا ثلاث جوابات، واحد لاتحاد الكوره بس ما تعملوش عليه اللوجو بتاع النادي الاهلي، ثلاث جوابات عاديين ان انا اللي بعملهم باسمه هتيجي وهمضيهم، وبعد كده هاخد انا جوابين ابعتهم لنادي الزمالك والمنطقه وهم هيبعتوا بالفاكس ايه لاتحاد الكوره. تمام. عملوا الثلاث جوابات وكتبوا لك كام بقى في العقد فلوس؟ انت كنت عايز 35 من الزمالك. ما طلبتش فلوس بقى انت. طلبت فلوس، عملوا لك كام؟ رايح مهدر كرامتك يا اخي. عملوا لك كام؟ هم ادوني زي اي لعيب في النادي الاهلي في السنه دي، بس انا اخدت فلوسي تاني سنه مش اول سنه. لان اول سنه رجل اعمال ده اداك فلوس بصراحه؟ ولا جنيه؟ ولا جنيه. اداك شقه؟ لا 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 لا. امال ايه الافلام اللي كانت بتتقال؟ هو كان بيدفع لي قسط العربيه اللي قعد لي ثلاث سنين وبعد كده ما بقاش يدفع تاني. عربيه؟ جاب لك عربيه؟ انا اللي جبت العربيه ودفعت المقدمه بتاعتها، وهو كان بيدفع لي القسط لمده ثلاث سنين بس كده. بس اما عرف بقى الزمالك ان انت وديت الجوابات ايه اللي حصل؟ ما رضيش يستلموها. وكل ده لما انا مضيت والنادي الاهلي قالوا لي في اي وقت لو نادي الزمالك محتاجك ورقك معاك. فعلا اقسم بالله دي حياتي اتقال. ولا انت كنت بيقول لك ده اختفيت وخدوك في لا حته؟ لا لا، وحياه ربنا قاعد في بهتيم في بيتنا القديم ولا اتحركت لايمين. ده انا كنت بضحك افتح الجرايد يقول لك ايه في الغردقه، ما اعرفش انا الغردقه فين. ومره ثانيه يقول لك ايه مع الراجل الكبير، راجل كبير. وانا بمثل الراجل الثاني. الفيديو ده تاريخي
الفيديو ده بيؤكد عنوان الحلقة دي، احنا النادي الاهلي، احنا غير. سنة 93 كابتن رضا عبد العال بنفسه بيقول اهدروا كرامتي فاتجهت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي ما كانش مصدق، والباشمهندس عادل القيعي ما كانش مصدق. فقال لي ايه الباشمهندس عادل القيعي؟ قال لي تكتب ثلاث جوابات، واحد يصل لنادي الزمالك، واحد لمنطقة الجيزة، واحد لاتحاد الكرة. شايفين النادي الاهلي من سنة 93 بيتعاقد ازاي من غير ما ياخد صورة مع الكابتن رضا عبد العال وما بيخبرش النادي اللي هو بيتعاقد معاه؟ ده عمله النادي الاهلي 93. النقطة الثانية والاهم فكرة الاعلام اللي بيقولك كان بيخبي لاعبين في المكان الفلاني. الكابتن رضا عبد العال بيحلف ان هو كان موجود في بهتيم، مفيش اي حاجه من اللي بيتقال في الاعلام عن النادي الاهلي في صفقاته، ودي براءه للتاريخ. النقطه الثالثه ودي النقطه الاهم، النادي الاهلي ما بيلعبش لاعب عنده غصب عنه. لو انت عندك مشكله مع نادي الزمالك واتحلت، ورقك معاك شكرا، زي ما اتقال لايمن حفني والغيره والغيره والغيره، والتاريخ شاهد على ده. مفيش لاعب بيلعب في النادي الاهلي غصب عنه، لا هتلاقي لاعب سايب عقود مع حارس مرمى منتخب ويطلع يقطع عليه الطريق، ولا هتلاقي نادي لاعب واخدين اخوه رهينه عشان نوقع معاه عقد. ده النادي الاهلي، عشان كده احنا النادي الاهلي غير. النادي الاهلي غير، وكلام كابتن رضا عبد العال برضه غير. يعني كلام كابتن رضا عبد العال بيثبت ان هو ما جاش النادي الاهلي عشان يوقع نادي الزمالك، ده كان بيسعى ان هو يجد نفسه في النادي الاهلي. كمان محتاجين نشوف الفيديو ده عشان نبقى جبنا كل حاجه في القضيه بلسان كابتن رضا عبد العال. احنا تقريبا ما بنردش، هو اللي بيرد على نفسه. نطلع ونشوف الفيديو. في ناس في نادي الزمالك اعداء النجاح. بص يا استاذ هاني، احنا الجيل بتاعنا ده اقسم بالله لو كانوا حافظوا عليه كنا قعدنا 10 سنين ناخد كل البطولات اللي في مصر وبره مصر. بس عشان ما كانش انا اقول لحضرتك جيل التسعينات، بدايه جيل التسعينات. في مره كنا اخر دوري خدناه اللي هو مع مكاي. اخر سنه بقى اللي قبليها. لا اخر سنه. فاحنا انا ما خدتش المكافاه. فالمهم كنت قاعد فبيتكلموا فبيقول لك لا الجيل ده لازم يسرح لان احنا مش هنعرف نلاحق عليه فلوس عشان البطولات اللي هيجيبها. ده ناس من مجلس الاداره، اقسم بالله يا استاذ هاني هذا حصل من ناس في مجلس الاداره، واحنا طالعين عشان نعرف المكافاه بتاعتنا هتبقى ايه او ان احنا هناخد قد ايه. فهم بيقول لك الجيل ده لازم يسرح لان مش هنعرف نلاحق عليهم فلوس لان ده هيخربوا بيوتنا، فلازم الجيل ده يسرح. كان ساعتها طبعا فنان كبير، ما كان ساعتها في رعاه. وتصديقا للكلام يا فنان، ان انا مشيت بطلوا جمال عبد الحميد، مشوا اشرف قاسم للسعوديه، فركشوا فعلا الجيل ده في السنه دي. لما تهرب من مشاكل الزمالك لجنه النادي الاهلي، ولما كابتن صالح سليم يقعد معاك عشان يجدد لك العقد بشكل استثنائي غير اي حد عشان يساعدك، دي علاقه النادي الاهلي معاك اللي عمره ما اثر معاك فيها في حاجه، وتيجي تمر السنين وتقول الشهاده التاريخيه بشكل غير حقيقي بالمره، تقول ان النادي الاهلي خدك عشان يوقع نادي الزمالك، فكان لازم نرد ونقول لك اللي انت قلته ده ما حصلش. وكمان نقول لك يا كابتن رضا الرساله، انت انكرت جميل النادي الاهلي عليك في حاجات كتير قوي. ورساله كمان لاحد الاعلاميين اللي قائم على الاخبار المفبركه، اعتقد الدرس ده من فقره معاك كانت رساله صريحه ان ده اللي انت نفسك فيه، الاخبار تتقال يا اسامه والفقرات تتعرض بحاجات فيها مغالطات ومحدش يرد والدنيا تمشي ونسيب تاريخ مزيف لاجيال، ولكن مش هنعمل كده لان النادي الاهلي ما بيسيبش حقوقه. حتى لو البعض مش قادر يفهم رساله اعلام النادي الاهلي، نفهمها له بالورقه والقلم. واستنونا بعد الفاصل لان الفقرات متواليه، وزي ما بنقول ما بنسيبش حق النادي الاهلي في حاجه. نشوفكم بعد الفاصل. والله انا عايز اقول لكم ان الفقره دي في النقد الدرامي بس استحي، يعني لان الحقيقه بقى كل حد ممكن يتكلم في مجال الرياضه، وعادي جدا ده متاح وان اي حد ممكن يتكلم في مجال الرياضه، لكن فكره ان حد يكون داخل علينا بيتكلم دايما بفكره نظريه المؤامرات يا فارس، اعتقد ده امر صعب جدا. لاحظناه الاسبوع اللي فات، ما كانش ينفع نتجاوز عنه لان تقريبا يعني مؤثر الدور الثاني عليه بشكل كبير جدا. صحيح. فشايف ان دور البطوله صعب فبيشوه دور البطوله. ومهم جدا كمان ان اللي ما بيعرفش يعيش بطل
دايما بيبقى عنده مشاكل مع البطل يا اسامه، وده اللي هنفهمه من الفقره بالتاكيد. عشان ما ناخدش وقت كتير مع الجماهير، نطلع نشوف فيديو احد الممثلين الشهير بالادوار الثانيه وبيتكلم عن فكره المؤامرات الكونيه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. يعني عايز تقول ان وكان هناك حمله انتهجت او ممنهجه ضد الزمالك كي يخسر في بطوله افريقيا في النهائي امام النادي الاهلي؟ قلت الكلام ده كتير وقلته في برامج كتير، واضح جدا الموضوع يعني مدبر. اي حد هيقف وشهم هيموت. قصدك يعني يموت رياضيا يعني؟ طيارة بايرن ميونخ بجلاله قدره اتاجلت 9 ساعات. الترجي النهارده فيه 7 ولا 5 بيشتكوا بالاتحاد التونسي. والله دي حاجات عاديه يعني يا جماعه؟ صدف يعني دي مثلا ولا ايه؟ هيقول لك هشام اسماعيل عنده نظريه المؤامره الكونيه. لا ده انا من عشاق نظريه المؤامره، ده انا ليا كتب والله فيها، ده بحبها قوي، بعشق المؤامره لان هي حقيقيه من 1911. هم ده نادي الزمالك اتنقل مقره 4 مرات، وفي نادي كده في الدنيا؟ احنا مبدئيا احنا مش هنتكلم عن فكره بايرن ميونخ واللاعبين اللي في تونس، احنا خلاص كذبنا الخبر، واعتقد ده كلام لو خدناه ناخده في فقره ساخره جدا، واحنا مش البرنامج بتاع الفقرات الساخره، احنا برنامج بتاع رد حقائق على اكاذيب، بغض النظر عن فكره ان هو قال 10 المؤامره. هو قال نقطه مهمه جدا، ان المؤامره دي اللي بتحصل لنادي الزمالك على مدار التاريخ سببها واحد وهو النادي الاهلي، واتكلم في نقطه مهمه جدا ان نقل المقرات دي هي احد اسباب نظريه المؤامره على نادي الزمالك. ما حطش في حساباته ولا مره ان نقل مقر لمقر لمقر كان للافضل، ما كانش للادنى يا فارس. اتفق معاك يا اسامه، كل مره نادي الزمالك كان بينتقل فيها قصر النيل المختلط على حسب الاماكن، كل مرة كان بياخد امتيازات أكتر، وكل مرة كانت بتيجي إدارة سواء حيدر باشا في العشرينات أو قبل كده، كل واحد كان بيجي كان بيسعى إن هو يدي النادي الزمالك امتيازات في مقراته، للدرجة اللي وصلت إن نادي الزمالك مش بس كنشاط أو كعضوية عنده فلوس، إنما كمان كموارد اقتصادية ناتجة عن المقر اللي أنت بتتكلم عليه. وعلى فكرة انتقال نادي الزمالك ما كانش بالعدد اللي أنت قلته أصلا. نطلع ونشوف رد على لسان عضو مجلس إدارة سابق بيقول لك امتيازات المقرات اللي فيها نادي الزمالك، شوف الفيديو. شركات كانت مؤجرة الإعلانات دي الشاسيه الإعلاني الوجهتين ب 175 ألف جنيه في السنة. في السنة؟ إحنا بعنا شاسيه ب 2,750,000 في السنه، اجرناه لمده 6 سنين، احنا خدنا 3 سنين بس عشان ما نقدرش نجرف النادي لموارده القادمه، مع ان يعني مبلغ خدنا منهم 8,250,000، ولسه بقيه الشاسيهات اللي حوالين سور النادي واليوني بولز الكبيره تتباع، دي بأقراف كبيره. اتكلمنا في المحلات دي للايجار، هتنزل المزايده على المحلات دي، توقع المحلات 18 محل يجيبوا لنا حوالي 100 مليون جنيه. بقى ده نقل مقرات لفرهضه، ده نقل مقرات لدلع. يعني انت بتتكلم في ارقام فلكيه بتيجي من الاعلانات، الا باستثناء طبعا هم مضيعين اعلان. ده المفترض بجد والله العظيم، لو هو عايز يتكلم كلام بجد هو المفترض لما يجي يتكلم بجد يقول انتوا ازاي بتفرطوا في 2,750,000 عن كل لوحه مكتوب عليها لقب نادي القرن الحقيقي. مدار ملعب على فكرة يا أسامة. بالظبط، وهو أساسا ما عندوش ما يثبت أي شيء إن هو لقب نادي القرن، وكمان اللوحة في حد ذاتها بتكتمل فيها نظرية المؤامرة. هو شعار بيجسد النظرية أعلى نادي الزمالك، ويجسد التفكير اللي احنا سمعناه اللي مغالط للمنطق، ولكن أعتقد البعض بيحاول يظهر للضوء من خلال تصريحات مش من حقه إن هو يقولها. خلينا برضو نقول ان في وجهة نظر كتير من جماهير نادي الزمالك، وانا اسف ان انا اقول كده، بتتفق مع وجهة نظر الفنان هشام اسماعيل، ولكن الحقيقة دينا وضحنا ان المقر كان للافضل، في مقرات تانية كان بيجتزأ منها، لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا ان كمان اتكلم في قصة الاراضي وسحب الاراضي، وكمان سبب ده مؤامرة طبعا، واكيد مين؟ النادي الاهلي. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. 30 سنة من يوم او اكتر من معسكرات الزمالك، على طول نادي الزمالك الوحيد اللي بيتحل مجلس ادارته. يتغير مجلس ادارته. ايام العشرية السوداء. يتمنع المقر، والارض ايام ما كانت الارض ايام دار الفؤاد، ما كانت في 6 اكتوبر في التسعينات واتسحبت. ودلوقتي الارض هتتسحب. هو ارض 6 اكتوبر هتتسحب ليه لو احنا معاك لو معاك فلوس مثلا؟ مش هتتبني، مش هتتسحب. انت عمرك ما هتبني طوبه بره نادي الزمالك اللي موجود ده، ده انت هتحافظ عليه بالعافيه كمان. قريب قوي المترو هيعدي منه ان شاء الله. استاذ احمد مش هيسمح لك تكبر وشعبيتك تكبر، مش هيسمح لك يبقى عندك 7 أو 8 فروع زي ما هو بيستوطن المدن الثانيه. اعتقد
مصطلح يستوطن المدن التانية، أتمنى يكون في حساب لهذا المصطلح. النادي الأهلي نادي وطني منذ أول يوم إنشاؤه. كلمة مستوطن أو بيستوطن المدن لو عدت على ناس كتير مش هتعدي علينا هنا، وأتمنى يكون في عقاب، لأن ده خروج عن النص وتجاوز وتشبيه لا يليق أبدا إن حد مصري يشبه بيه أي كيان، خاصة لما يكون الكيان ده مشهود ليه بالوطنية منذ أول يوم إنشاؤه وهو النادي الأهلي. دي نقطة ما كانش ينفع نتجاوزها. أما النقطة التانية، أعتقد اسأل عندك في نادي الزمالك، في تاريخ نادي الزمالك، أسباب فكرة المجالس اللي تحل والمجالس اللي تعاد. اعتقد جبنا قبل كده فيديوهات كتير لدرجه ان حتى المستشار عماد عبد العزيز الراجل الفاضل اللي كان بيترأس اللجنه الثلاثيه لنادي الزمالك في لقائه التلفزيوني الشهير من شهر تقريبا، لما اتسأل ايه المشكله في مجالس ادارات نادي الزمالك، قال له للاسف دي وعود انتخابيه ومشاكل انتخابيه بتحصل داخل نادي الزمالك. فدي نقطه تخص نادي الزمالك، لكن كلمه يستوطن مدن ثانيه اعتقد ده صعب جدا. وهم مين اللي مش هيسمحوا لك انك تزود عدد الفروع؟ في انديه كتيره جدا غير النادي الاهلي لها بالست فروع والسبع فروع والثمان فروع، بس انت للاسف زي ما قلت عاشق نظريه المؤامرات. بص يا اسامه، فيما يخص اللفظ اللي انت قلته انا متفق معاك، هو لو عن جهل يتعلم ولو عن عمد فلازم يكون في اجراء معاه. ولكن كمان انا ليه بقول في جهل بالمعلومه او في جهل بالواقع؟ لان انت كان عندك اصلا المجلس القديم السابق في نادي الزمالك كان بيتباهى بايه دايما يا اسامه؟ داخل الانشاءات، ان انا حسنت الانشاءات، خليت الاعضاء اللي ما كانوش بيجوا النادي يجوا، يعني في فلوس تبني. وحاجه كمان مهمه، يعني انت بتتكلم ان انت كان عندك مشكله في النادي على المستوى الاجتماعي قبل كده، فايه اللي هيدفع مواطن تاني ان انت تعمل فرع تاني ويروح لك؟ إذا كان أنت أصلاً عندك مشكلة كانت داخلية على مدار سنوات في اهتمامك بالخدمات الاجتماعية، فهتعمل فروع تانية الناس هتروحها ليه؟ بعكس النادي الأهلي اللي عنده فروع أو عنده فرع الجزيرة وفرع مدينة نصر أصلاً من سنوات، لأن أنت ده طبيعتك والفرعين كان فيه إقبال عليهم. فالقصة ببساطة شديدة جداً أن أنت نفسك التاريخ بيرد عليك. طب فيما يخص الأراضي اللي بتتاخد والأراضي اللي بتتسحب، تعال بقى نسمع رئيس نادي الزمالك الموجود حاليا الكابتن حسين لبيب، وهو بيعلمك وضع الارض اللي انت بتقول ان هي اتاخدت منك في التسعينات. نطلع ونشوف الفيديو. نادي الزمالك فرع اكتوبر برضو حصل عليه رغي كتير، تم تخصيص 100 فدان في التسعينات، ثم بعد ذلك تم استبدال هذه ال 100 فدان او هذا ال 100 فدان، بقى عندنا 129 فدان و634 بطريق الواحات بجوار حي الأشجار، وده كان تقريبا في سنة 2014 تم تحرير عقد ابتدائي بقيمة 27 مليون وكسور، وتم دفع المبلغ بالكامل آخر معاد لنبتدي في البنى سبتمبر 2020، ثم تم إضافة مهلة إضافية تنتهي في مارس 21. طيب عندك الرد على لسان رئيس نادي الزمالك وهو بيقول لك ان الارض بتاعت اكتوبر انت خدت ارض اكبر منها ب 30 فدان، وفيما يخص انت كان عندك اتفاق ان في مارس تبدا انشاءاتك وبالتواريخ اللي الراجل استعرضها وما عملتش، تم المد لمارس. فاعتقد ده مش حد مستني يسحب منك الارض، وبالعكس يعني ده انت في رعايه قويه جدا يعني. والارض بتزيد يعني من 100 فدان بقوا 130 فدان، ولعلمك الارض كانت هتسحب في مجلس الاداره المنتخب. لو انت مش عارف فضل مجالس الادارات اللي بتيجي بالتعيين، اعتقد تقدر ترجع لتاريخ دكتور كمال درويش والانجازات والبطولات اللي حققها مع نادي الزمالك. كان رد في نقاط مهمه جدا على البعض اللي يجهل تاريخ نادي اكثر ما يجهل تاريخ انديه اخرى، ولو انت بتجهل تاريخ ناديك فده يخصك، انما لن نسمح ليك بالتطاول على النادي الاهلي بعيدا عن قيمتك لانها لا تعنينا في شيء ونحن لا نراها اصلا. نطلع لفاصل ونشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما بدانا الحلقه باحنا النادي الاهلي احنا غير، كان لازم برضو ننهي الحلقه معاكم بفقره تؤكد ان احنا النادي الاهلي احنا غير. ما عنديش مشكلة إن ممكن بعض الإدارات أو بعض الأندية تخفق في التعاقد مع لاعبين أو إنها تجدد للاعبين، ده شأن داخلي يعنيهم، لكن فكرة إن أنت تحاول
تخفف ألام صدمة عدم التجديد للاعب أو التعاقد مع لاعب بعقد مقارنات مع لاعبين يخصوا النادي الأهلي وتذكر النادي الأهلي، يبقى أنت جيت في ملعب الأهلي خط أحمر. نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. فرجاني ساسي لاعب مش مصري، مش مولود في مصر، لعيب تونسي بقاله 3 سنين في نادي الزمالك، وكل الإعلام بيحتفي بفرجاني وسعيد انه مش هيجدد، وابتدت الناس تتريق على فكرة ده. لكن واحد زي رمضان صبحي ابن النادي ومولود في النادي ومتربي في النادي ورجع وما اختارش نادي بره في الخليج مثلا، ده اختار نادي في مصر تمام وحر هو، لكن الاعلام قطع رمضان، ولغايه دلوقتي الاعلام بيقطع شريف، مع ان شريف احتياطي وكبير في السن ومستواه من هو في النادي الاهلي هو كده، والراجل قرر انه يمشي عشان يلعب تمام. تتفق تختلف معاه لكن بيتقطع، شريف اكرامي بيتقطع، رمضان صبحي تم استضافته من قبل عمرو اديب، ازاي تستضيف عمرو اديب يستضيفه يوم الاحتفال بمعرفش ايه بتتويج الاهلي بايه؟ ازاي يعني؟ انتوا مجرمين. انا في بعض الاحيان دايما اقول الجمله دي، محاوله توضيح ما هو المفترض ان هو واضح. اي اعلام اللي بيحارب كابتن شريف اكرامي وكابتن رمضان صبحي، وانت بنفسك بتقول رمضان صبحي طالع مع عمرو اديب برنامج نسبه المشاهده انت عارفها كويس قوي وطالع كنجم، لسه الكابتن شريف اكرامي بنتكلم طالع مع كابتن احمد شوبير رائد الاعلام الرياضي الحديث، فين الاعلام اللي بيحارب ده؟ لو المفهوم عندك في الاعلام هو اعلام النادي الاهلي اعتقد اننا ما حاربناش اي حد، بل بالعكس، ولو حاربنا فده من حقنا لان بنحارب على وجهه نظر النادي الاهلي. زي ما قلت لك مشكلتك في التجديد انت تحلها مع نفسك، لكن لما تيجي تقارن بالنادي الاهلي اعتقد يا فارس عندنا مواقف كتيره جدا، وبزي ما هو بيقول بقى رمضان صبحي لا ده انا اقول له عبد الله السعيد صحيح. ونقول له احمد فتحي ونقول له حسام عاشور ونقول له ازاي بيكون اللي مش قادر يستوعبه في فكره الفرق بين دور الاداره لما بيرحل عندك لاعب ودور اداره اخرى وهي بتستجدي لاعب. هو مش شايف الصوره اصلا كانت عامله ازاي، احنا شفنا في قناه الزمالك وقت تجديد كل دول وخلال المواقف دي كلها تناول اعلامي على مر مرحله المفاوضات، كنا بنشوف برامج بتستضيف ضيوف يتكلموا ان رمضان هيمشي، احمد فتحي في مشكله، حسام عاشور حصل كذا، لم يحدث من بدايه ازمه فرجاني الى رحيله ان قناه النادي الاهلي ذكرت الموضوع بشان يخصها او قالت النادي الزمالك يقدر ما يقدرش يجدد ما يجددش، وجاي بعد كل ده تشوف ان كمان الاعلام جاي عليك. لا، هو الاعلام ببساطه كمان مش قادر يوريك الفرق زي ما قلنا ما بين لاعب بيتقال له خلاص عايز تمشي اتفضل، زي لاعب بيتقال له سقف تعاقداتي. وكمان رمضان ليه وقع مهمة جدا يا أسامة، بفتكر كنت أنا وانت حاضرين حفل افتتاح استاد السلام في يوم 12 أغسطس 2020، وكان خلاص رمضان النادي الأهلي، رمضان قال له أنه بيفكر، فالنادي الأهلي قال له معاك ساعة، جينا بعدها لقينا في يوم الحفل النادي الأهلي، لأنه بيقول أصل أنت مع عمرو أديب إزاي تستضيفه في وقت ده، النادي الأهلي هو اليوم حفل افتتاح استاد السلام الاهلي وطلع البيان ان علاقه مهمة. رمضان انت متخيل انت اللي بتبادر؟ طبعا، وفي واقعه مهمه ان لما طلع رمضان صبحي مع الاستاذ عمرو اديب قناه النادي الاهلي هنا كان موقفها واضح في كل البرامج، لن نتناول ما قاله رمضان صبحي من مغالطات عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده نهائي دوري ابطال افريقيا وقبل نهائي، وده الاهم، النادي الاهلي قلناها ما بيبصش وراه، ولا بيتحايل على لاعب ولا بيستجدي لاعب، ولا هتلاقي عندنا رئيس نادي ممكن يبعت رسائل للاعب على التجديد، انما عندنا رئيس نادي بيدي منهج واضح لكل من يعمل داخل منظومه النادي الاهلي قصاد اي لاعب يفكر ان النادي الاهلي مش رقم واحد. اي حد عندنا بيشوف النادي الاهلي مش رقم واحد ما بنجريش وراه، ما بنعيطش عليه، انما بنطلع وبنشوف الجمله اللي كانت بتتقالت للاعب ده ايه. ما حدش تمسك يعني من مين؟ من النادي الاهلي. هم بعديها يعني اصل هو النادي الاهلي معنى اللي انا لما كلمتهم وقلت لهم اللي انا بفكر دي بالنسبه لهم كانت
دي النهايه. يعني موضوع اللي انا بفكر دوت، يعني انا برضو ما رضيتش اقولها لحضرتك، يعني هم رجعوا لي قالوا لي انت قدامك، يعني انا اول ما قلت الامير الكلام ده قالوا لي انت ساعه وترد عليا، ساعه وترد علينا. ما دام بتفكر، لما بتفكر ساعه وترد علينا، ما دام في نفس الوقت برضو بالظبط، يبقى انت لازم تقول لنا دلوقتي حالا. فالحاجات دي برضو انت ما قلتليش حكايه ساعه دي بقى، فالحاجات دي برضو تضايقني. يعني ساعه يعني امير رجع لك وقال لك لا رمضان. وصل لنادر شوقي قال له كده، قال له ساعه ويرجع يرد وترد علينا. يعني انت رايح بيراميدز ولا انت معانا ولا علينا يعني؟ اتضايقت يا رمضان من موضوع الساعه؟ سلام. معلش معلش سلام. ولكن رساله الفقره هي اشياء لا تشترى، هي دي الفكره، حاجات صعب تشتريها، ان انت تشوف النادي بتاعك كبير قوي اكبر من اي اسم، هي دي موروثات النادي الاهلي. وزي احمد ما قال لكم في البدايه، احنا النادي الاهلي لان ده المكون الرئيسي اللي خلاكم تشوفوا النادي الاهلي غير النادي الاهلي، بيشوف نفسه اكبر من اي اسم. وزي ما قالها كابتن محمود الخطيب قريب، النادي الاهلي خيره على اي حد، سمعناها من كابتن ثابت البطل وسمعناها من كل رموزنا، دايما النادي الاهلي فوق جميع ابنائه، ويظل النادي الاهلي خط احمر امام اي حد يحاول يغير التاريخ. نشوفكم في حلقات جديده، هتوحشونا. الاهلي خط احمر.